يا صباح الفل على حضراتكم، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد ان شاء الله من صباح اون تايم بنكون موجودين فيكم، بنكون موجودين فيه على مدار ساعتين. صباح الفل عليك يا مريم. صباح الفل عليك. بالبدايه باينه بدايه مشرقه من كده يعني. ما شاء الله علينا. صباح الفل على حضراتكم مشاهدي قناه اون تايم سبورتس، ويوم جديد من صباح اون تايم. العذر كله اكيد ليحيى، لان يحيى بادئ كده يومه النهارده بفرده كاوتش على الارض، والدنيا متاثره وتلاقي في لجلجه في الكلام. هنبتدي ان شاء الله نلم تبرعات من خلال الحلقه. عملنا صندوق بره، والرساله طبعا يعني واضحه لكل الزملاء علشان يحيى متاثر والدنيا بايظه خالص. لا ان شاء الله يوم حلو كده ويوم خير باذن الله علينا. يعني خلاص النهارده ويكند زي ما بتقول مريهان، وخميس وكده، عشان كده عايزين نبتدي ان شاء الله كده يومنا بحاجه لذيذه جدا. وده الحقيقي اللي معانا، يعني مع الارجنتيني ليونيل ميسي اللي بيقرر انه يبيع منزله الفاخر اللي موجود في ميامي بالولايات المتحده الامريكيه، وده بعد مرور اقل من عام على شرائه. استعجلت يا ميسي في البيع؟ ممكن كنت تستنى شويه مثلا، كان الدنيا تغلى شويه. ولكن بيشتري ميسي طبعا المنزل اللي هو قاعد فيه في مبنى فاخر جدا بميامي، اللي كان في شهر 4 اللي فات، مقابل 7.3 مليون دولار امريكي. بيضم المنزل لاشتراء ميسي 4 غرف نوم و4 حمامات، يعني حاجه كده لطيفه جدا. ملوش يعني انا مش هكمل بسيط. التفاصيل بتاعه البيت، لان اعتقد احنا مش بنبيعه، هو مش محدش جاي يشتري، احنا بنروج له قوي. يعني حاسس ان احنا بنشوف له بيعه يعني. يعني هو اصلا البيت مش محتاج حد يروج له، احنا معانا صور، الصور ما انتوا اكيد شايفينها، فبالتالي يعني تمام. والحلو كمان في الخبر ان هو مش اصلا مش بيعيش فيه، انت فاهم، اكيد هو واحد عنده يعني ارتباطات كتيره جدا على مستوى الكارير بتاعه، فبالتالي هو مش فاضي ان هو يكون بيروح البيت اللي في امريكا، ف اكيد مش بيأجره برضه، اكيد مش جاي له من وراه حاجه. هو كان المفروض يشوف له حاجه ايجار كده جديد، كان ماشي يعني الدنيا معاه يعني. بس في الاخر هو كان اعتقد كان في كلام لميسي ان هو يروح الدوري الامريكي، فعشان كده ممكن كان يكون اشتراه. ولكن في الاخر الفكره ان يكون عندك بيت او بتعرض بيت بالشكل ده، اعتقد ان ميسي مش مستني يعني بيوت. هو عنده، هتلاقي دلوقتي هو قاعد في فرنسا، فعنده بيت برضه نفس الكلام، فاخر جدا زي ما بنقول. نفس الفكره لما كان في اسبانيا في برشلونه. فكل الاحوال يعني في الاخر احنا بنعرض لحضراتكم الصور او البيت بتاع ميسي عشان نوريكم ان شاء الله ده البيت الجديد لمريهان باذن الله. مبروك يا مريهان. كده بتفضح الموضوع وتقول للناس على طول، معقول كنت اجيبها لهم بس وانا بختم. يعني من في الاخر يعني خلاص كده اتواصلت معاه، وهو كان عارضه على واحد من الويب سايتس اللي عادي يعني بنخش عليها، وخلاص الحمد لله. عارف اللي هو تكتب تويت اللي هو الحمد لله ما حدش يبقى فاهم حاجه، هي دي بالظبط. الحمد لله ان انت يعني ربنا كرمك. ده انا عطست الحمد لله. طيب احنا النهارده كمان بنتكلم ان في الدوري المصري، بعيدا عن ميسي بقى خالص، مالناش دعوه بالمواضيع دي، بس اكيد هيكون طبعا في استكمال لجوله جديده من جولات الدوري المصري في النسخه 63. البدايه ان شاء الله تكون الساعه 3 العصر، البنك الاهلي في مواجهه النادي الاسماعيلي، وفي نفس الميعاد هيكون مصر للمقاصه في مواجهه سيراميكا كليوباترا، 5:30 المقاولين العرب في مواجهه طلائع الجيش، والساعه 5:30 برضو الجونه في مواجهه فاركو. الساعه 8 مساء هيكون ختام اليوم النهارده بيراميدز في مواجهه الاتحاد السكندري. دي مباريات النهارده في منافسات الجوله الثالثه، والجوله الثالثه طبعا بتضم اهم الماتشات اللي كل الناس هتكون منتظراها في النسخه اللي احنا قلنا عليها من البدايه يحيى مختلفه. من اول ما كان في مراسم القرعه اللي قالت مش هيكون في اي توجيه او توجه في القرعه فيما يخص ماتشات القمه. صحيح. فبالتالي احنا في انتظار لقاء قمه قوي جدا في الجوله الثالثه. طبعا اكيد يعني جوله صعبه، وبدا بالبنك الاهلي والاسماعيلي اللي هو اصلا ماتش صعب جدا على جمهور اسماعيليه والاسماعيلي، والمشاكل اللي الاسماعيلي من بدايه الاسبوع الاول، وخساره ماتشين، ومشكله كابتن طلعت يوسف واقالته، يعني مواضيع كتير قوي. فالماتشات كلها بدأ اعتقد كل ماتش بقى مهم، كل ماتش بقى ليه حسابات مختلفه، سواء انت بتتكلم عن البنك الاهلي والاسماعيلي، عندك مصر مقاصه وسيراميكا، المقاولين، جونه وفاركو اللي صعد حديثا للدوري اللي لسه مش معاه ولا نقطه لحد دلوقتي، بيخسر اول ماتشين، بيراميدز والاتحاد السكندري. بيراميدز بادئ بدايه موفقه ليه 6 نقاط، غير البدايه اللي كان بادئها الموسم اللي فات. عشان كده كنت بتكلم عن بيراميدز الموسم اللي فات مختلف شويه بعض الشيء، ولكن الموسم ده مختلف بكل تفاصيله، بكل معاييره، بكل الفرق، بصفقات اعتقد
كل ده هيكون فارق بشكل كبير جدا، وماتشات كتير النهارده، وكمان اكيد ماتش بكره اللي هنتكلم عليه بشكل تفصيلي من خلال حلقتنا النهارده. عايز افكركم برده بالسؤال حلقتنا باللي بيكون موجود في فقره اللعبه على السوشيال ميديا. سؤال حلقتنا النهارده: مين هو اكتر لاعب شارك في مباريات اهلي وزمالك، مباريات القمه؟ اكيد مستنيين طبعا اجابات حضراتكم على مدار حلقتنا ان شاء الله. ماتش مهم اكيد بكره مريان، الناس كلها مستنياه برده، الناس كلها منتظره نتكلم عليه بشكل اكبر، ولكن كنت حابب افكر الناس بالسؤال بس. اكيد النهارده طبعا وكالعاده بيكون في فقرتنا فقره اللعبه اللي بتكون من خلالها بيبقى فيه سؤال كده نتواصل معاكم ونختبر شويه معلومات كده عندكم. وطبعا مباريات القمه هي بتكون من اكتر الماتشات اللي كل الناس بتتمنى ان هي ما يبقاش وراها شغل، ما يبقاش عندها اي حاجه، بتتمنى طبعا ان فريقها يكون بيكسب، وتتمنى طبعا كمان ان المدير الفني يكون عندك بقى محللين كتير النهارده كمان، هندي فرصه طبعا للناس تكون بتحلل اكتر معانا. كل الناس مستنيه تشوف المديرين الفنيين هيكونوا بيديروا ازاي مباراه القمه، وخصوصا احنا بنتكلم ان هي جايه في اول مسابقه الدوري، فبنتكلم في الجوله الثالثه، هتكون بتفرق جدا جدا معنويا مع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس اداره كلا الفريقين، مين هيكون قادر يقدم مباراه قويه. واعتقد يعني هيكون في خطوات مهمه جدا بالنسبه للفريقين لحسم الثلاث نقاط. يعني ساعات بنشوف ماتشات ما بين الاهلي وزمالك في الدوري تحس ان الاثنين داخلين تمام، لو حصل كل واحد خد نقطه صحيح. بس في لقاء زي ده في بدايه مسابقه الدوري وبعد موسم السنه اللي فاتت كان في تنافس شديد ما بين الفريقين، اعتقد ان احنا هنشوف مباراه قمه قويه وممتعه باذن الله من اول صفره بدايه احداث المباراه وصولا لنهايتها. خلونا برضو يعني بما اننا نتكلم عن مباراة القمة نروح لتقرير يقربنا أكتر ويدينا بعض المعلومات عن مباراة القمة المنتظرة غدا بإذن الله. تتجه أنظار الجماهير المصرية صوب استاد القاهرة حيث القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز. القمة 123 تحمل حسابات عديدة للقطبين، فالزمالك يسعى لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه والتأكيد على قوة الفريق الأبيض، خاصة وأن المواجهة تأتي أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي، بينما يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته لاستعادة لقبه السابق مرة أخرى، وذلك بعدما فقده الموسم الماضي لصالح القلعة البيضاء. وشهدت مواجهات الأهلي والزمالك في شهر نوفمبر تفوق المارد الأحمر الذي حقق الفوز في 15 لقاء مقابل 9 تعادلات و6 هزائم من أصل 30 مباراة جمعت قطبي الكرة المصرية في شهر نوفمبر. وتعد مواجهة القرن التي جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 هي الأبرز في تاريخ مواجهات شهر نوفمبر بين الأهلي والزمالك. وعلى مستوى الدوري كانت آخر مواجهات الفريقين في الرابع من نوفمبر عام 2004 وانتهت بفوز الأهلي 4-2. وتحمل موقعة الجمعة مواجهة خاصة بين المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني والفرنسي باتريس كارتيرو مدرب الزمالك، واللذان تواجها في مناسبتين سابقتين، تفوق المدرب الجنوب أفريقي في مباراة وتعادل في أخرى، فيما يسعى كارتيرو لتحقيق الانتصار الأول على بيتسو موسيماني الذي لم يخسر أمام الفارس الأبيض خلال 3 مواجهات سابقة. الزمالك والأهلي بدوافع مختلفة في القمة 123 بين فريق يسعى لمواصلة قطار الانتصارات واستعادة اللقب، وآخر للدفاع عن لقبه أمام الغريم التقليدي. فمن يفرض كلمته في موقعة استاد القاهرة الدولي؟ مباريات القمة دايما بيكون ليها طابع خاص، بيكون الناس كلها مستنية، الناس كلها منتظرة، كل جمهور مستني فريقه هيظهر ازاي، كل جمهور مستني المدير الفني مع فريقه هيكون بادئ بشكل عامل ازاي بكرة ان شاء الله، سواء الاهلي مع موسيماني او الزمالك مع باتريس كارتيرون. كمان بنتكلم عن خلاص عودة الجمهور مرة تانية الموسم ده، ودي حاجة من الحاجات الايجابية اللي كنا بنتكلم فيها وكنا مبسوطين فيها بيها جدا. وحقيقي لما بنتكلم عن اخر مباراة او بنسأل الناس عن اخر مباراة قمة ما بين أهلي وزمالك حضارة في الملعب، مريان تفتكري آخر مباراة كنت موجودة فيها أو كنت فاكرة أن أنت عايز تروح الاستاد حتى؟ مش متذكرة آخر مباراة قمة، بس أنا فاكرة ماتشات كنت حضرتها، بس كان آخر ماتش بره مصر والله.
انت هنا واصله العالميه من زمان، انت واصله العالميه من زمان يعني. احنا هنا كده. احنا هنا غلابه جنبك. ما انا مش عايز، انت اللي بتسال، انت اللي بتحرج نفسك. انت اللي مصر على انت مصر تبين الفروقات. بس انا لا، بس حلو، دي حاجه جميله كده كده. لا كان ماتش في الدوري الانجليزي، خلاص مش هضايق اكتر من كده. المهم احنا عندنا بكره ماتش قمه ان شاء الله هنكون بنتابعه وبنتكلم طبعا انه من ابرز الحاجات اللي كل يعني كل الجماهير سواء اهلي او زمالك مستنياها هو ظهور، سواء بقى بالنسبه للنادي الزمالك اللي ممكن ما كانش عنده صفقات جديده ولكن كان عنده عوده لبعض اللاعبين اللي كان تم اعارتهم، عادوا مره ثانيه لنادي الزمالك. على المستوى الثاني بقى بنتكلم النادي الاهلي عنده اكتر من صفقه، هيكون اكيد جماهير النادي الاهلي مستنيين هيقدروا يقدموا ايه في اللقاء ده. كل اللقاءات بيكون ليها حسابات مختلفة، ولكن اللقاءات بتاعة أهلي وزمالك اللعيب اللي بيتألق فيها بيروح في حتة تانية خالص، لأن طول الوقت بنسمع ده لعيب ماتشات قمة. بس دي حاجة ملهاش علاقة خالص إن أنت لعيب تلبس تيشيرت أهلي أو زمالك، ده حاجة، بس إن أنت تكون قادر تتألق في مباريات فيها أهلي وزمالك كمنافس دي يعني قصة تانية خالص. فبالتالي طبعا كل الجماهير بنتكلم عن 1000 حد من المشجعين هيكون قادر يكون بيروح المباراة، ودي مش حاجة يعني قليلة نستهين بيها، نتكلم عن 1000 لكل فريق. فطبعا جماهير كتيرة جدا هتكون بتسعى لحاجة زي دي. كل الناس كان نفسها تبقى موجودة وعودة مرة تانية ويبقوا عايزين موجودين في الاستاد. اتكلمت في نقطة حلوة جدا ان هو لعيبة المباريات دي دايما بيكون في لعيبة بتاعة الماتشات دي. هي دي. شايفة بكرة مين ممكن يكون اللعيب من هنا ومن هنا بتاع الماتشات دي؟ ممكن مين اللي يتألق مثلا مع نادي الأهلي ومع نادي الزمالك من يعني احنا بندردش كده؟ انا بتكلم عن عمر السعيد طبعا، واللي اثبت نفسه يعني من بدايه الموسم مع نادي الزمالك، واعتقد هو من الناس اللي ممكن يكون جماهير نادي الزمالك مستنياهم الى حد كبير يكونوا بيقدموا حاجه، لانه هو عنده بقى انا جاي في بدايه الموسم عايز اثبت نفسي وعايز بالظبط بادئ كويس وعامل شغل عالي. بالنسبه بقى لنادي الاهلي، مين تتوقع من صفقاته ممكن يكون يعني دايما ماتشات الاهلي والزمالك يعني من صفقات مش عارف يعني من صفقات ممكن لا شويه ما اقدرش اروح للصفقات عشان لسه برده مش عارف موسيماني ممكن يشتغل ازاي او يكون طريقه لعبه ايه، لكن قفشه مثلا من اللعيبه اللي بتحب ماتشات الاهلي والزمالك يعني دايما بتشوفه موجود بيتالق. محمد شريف اعتقد النهارده او بكره هيكون ليه دور كبير جدا مع النادي الاهلي، فمش هتقدر تحسبها او تقدر تقول ان فلان هو اللي هيبقى نجم المباراه، لان كل فريق عنده نجوم كتير، عنده صفقات زي ما كانت مريم بتقول، فاعتقد كل فريق كفته متساويه يعني مفيش فريق اتقل من التاني او فريق جاهز عن التاني سواء فنيا او بدنيا، ولكن الفريقين جاهزين بشكل كبير جدا. طب خلونا نروح للناس كده وسالنا الناس عن اخر مباراه قمه حضرها في الملعب ونرجع لحضراتكم مره تانية. حضرت 2-0 ايام فيريرا كاس مصر، حضرت 3-3 ايام حسام حسن. المطوشه دي كلها كانت فيها شد وجذب بسبب ان الزمالك كان بيبقى في التوقيت ده هو الليدنج، هو في الدوري ماتش 3-3 احنا كنا الاول، 2-0 مع فيريرا احنا كنا واخدين الدوري، خدنا الكاس معاه، فدي المطوشه اللي انا حضرتها مع اهلي وزمالك. حضرت اول ماتش حضرته كان 4-3 نهائي الكاس، حضرت 3-3 و3-1 للاهلي في الكاس، فما لقيت ان احنا ما بنكسبش ولا ماتش بطلت اروح عشان زملكاوي. لعبت ماتش 3-3 كان لسه عندي 10 سنين فكنت صغير. كان ماتش 3-3 بتاع الاهلي فاكره. 4-3 الكاس حضرت 4-2 الاهلي والزمالك الموسم اللي فات. حضرت حضرته، كنت قاعد في المدرجات، حتى الجماهير شالوني من فوق نزلوني تحت في المدرجات من تحت. 3-3 احلى الذكريات بتكون في المدرجات بالنسبه لاي حد بيعشق الكوره، فبتكون يعني احلى نومه بالليل ان انت صاحي الصبح رايح المدرج، واليوم بيكون بالنسبه لك ممكن بره بيكون الناس بتروح قبل الماتشات على طول يا يحيى، يعني ما بيبقاش في فكره ان انت هتروح هتقضي اليوم في الاستاد. كنا بنقضي الايام فعلا، تاخد اكلك وشربك وكل حاجه وتفضل. لا وتاخد ليه، ده كفايه الراجل اللي بيعدي بيبيع السندوتشات الجبنه الرومي واللانشون والدنيا بتبقى يعني حاله. يعني ماتش في الدوري الانجليزي متاكده؟ الدوري الانجليزي اصل دي اخر ماتش كان في الدوري الانجليزي، فجبنه ورومي وحاجات كنت واخده معايا ماشي. من مصر بقى حاجات بقى سندوتشات فين وكده. شرفتكم بجد هناك، انت مش عارف.
لا فبالتالي هنا بالنسبه للجماهير المصريه ان انت تبقى رايح ماتش، فدي يعني انت طالع يوم هتقضيه هتتبسط. وبجد في الفترات الاخيره كنا ازاي بننبسط ان بقت في اسر بتروح بالنسبه لها ان دي فسحه، ان هو ياخد عيلته ويروحوا يتفرجوا على ماتش. فعشان كده طول الوقت بنتكلم قد ايه حاجه مهمه ان احنا نكون محافظين على الرقي في المدرجات طبعاً. والالفاظ والحاجات دي، لانه احنا بنتكلم ان احنا عايزين نسبق، عايزين نكون مواكبين للي بيحصل بره. فبالتالي اول خطوه تتعمل ان احنا الشكل الحضاري يكون بيتحافظ عليه. فبنامل ان شاء الله تكون مباراه حضاريه. كان في زمان الناس تفضل واقفه، كانت دي في الاستاد موجود، كنت اقعد عارف الحاجات دي، كل الناس قدامك يا ابني اقعد عايز اتفرج على الماتش. ايوه يلا على الكرسي. طب ليه كده الدواكه دي؟ صح دي حقيقه. طيب احنا بنتكلم كمان ان احنا فاضل ساعات قليله هتفصلنا عن مباراه قمه مهمه جدا جدا في النسخه الحاليه من الدوري المصري. ففقره الكوتش اللي احنا بنكون بنستعرضها معاكم في حلقاتنا في صباح اون تايم، ان انتوا هتكونوا انتوا المدربين، انتوا اللي هتفكروا نطلع بقى الكوتش اللي جواكوا اللي انتوا بتطلعوه على القهوه وبتطلعوه في البيت، لا يطلع بقى من خلال شاشه اون تايم. انتوا السؤال كان بالنسبه لكم امبارح واللي هنكون بنعرض فيديوهاته النهارده في نهايه الحلقه، ان انتوا تكونوا بتختاروا طريقه اللعب والتشكيل الانسب لقياده فريقك في مباراه القمه اللي جايه اللي هي ان شاء الله هتكون بكره. انا متشوقه جدا اشوف المحللين بتوعنا يعني في البيت. كل واحد عنده موسيماني عنده كارتيرون اختار طريقه لعب، هنا بتقعد تعترض على السوشيال ميديا، بتعترض على القهوه، بتعترض في اي حته، اعمل اللي نفسك فيه وابعت لنا فيديوهات عشان نعرضها لحضراتكم. طيب معانا اكيد اخبار كتير النهارده في حلقتنا في صباح اون تايم، ودلوقتي ميعادنا مع اون فاير نيوز. بداية أخبارنا مع الأخبار المحلية وأخبار من نادي الزمالك. وأعلن امبارح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي بكرة الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري. وجت قائمة الفريق كالآتي: في حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد، الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، خط الوسط طارق حامد، محمود عبد العزيز، امام عاشور، محمد اشرف رؤى، يوسف ابراهيم اوباما، اسلام جابر، احمد سيد زيزو، محمد ونجم، مصطفى فتحي، اشرف بن شرقي. اما في الهجوم عمر السعيد وسيف الدين الجزيري. دي القائمه اللي هيكون بيشارك بيها نادي الزمالك في مباراته بكره امام النادي الاهلي. طبعا يعني اللعيبه او خلاص القائمه اللي موجوده اللي بيعلنها باتريس كارتيرون هي واقعيه جدا للعيبه اللي موجوده، واعتقد التشكيل كمان اللي هيكون بادئ بيه مش هيكون في تغييرات كتيره ابدا، يعني الا لو كان هو نفس التشكيل اللي كان بياخد بيه اخر مباراه. لسه داخل نادي الزمالك وحرس شيكابالا صنع العاب نادي الزمالك على الحديث مع اللاعبين خلال الساعات اللي فاتت على اهميه مباراه الاهلي والزمالك، وطلب شيكابالا من اللعيبه انهم يركزوا في المباراه وان يلعبوا اللقاء من اجل الفوز. بيشدد كمان على ان هم ابطال الدوري لازم يكون بيلعبوا كل المباريات عشان يكونوا بيفوزوا بيحافظوا على اللقب. وهنا على فكره مرهان دايما دور القائد الداخلي، يعني شيكابالا واحد من كباتن نادي الزمالك، واحد دايما اللي بيبقى موجود ليه دور في الملعب، اللعيبه بتثق فيه وبتكني له كل الاحترام بالظبط يعني. فحلو ان انت حتى لو مش متواجد في المباراه ولكن بتتكلم مع اللعيبه موجود، حريص ان انت تحفز اللعيبه وتحمسهم قبل مباراه مهمه زي دي. اكيد دور اي قائد مع فريقه ككابتن فريق او كباتن الكبار سواء اكتر من لاعب في الماتشات اللي زي دي وفي اللحظات حتى اللي بتكون صعبه لو هو مش داخل الملعب ولكن لو هو من خارج الخطوط هيكون قادر يعمل ايه، دي بتكون من النقاط المهمه جدا جدا. فبالتالي دور كباتن الفريق في مباراه بكره هيكون مهم. وطبعا بنامل ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه قويه وممتعه تمشي كده على نفس النهج الممتع اللي احنا بنتابعه على مدار انطلاقه مسابقه الدوري المصري الممتاز. كمان يمكن اللي الناس كلها مستنياه في مباراه القمه، بنتكلم مين هيحكم مباراه القمه، مين اللي هيكون الحكم. خلونا ناخد طيب كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. كابتن عصام صباح الفل على حضرتك. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مستمعيكم الكرام، وان شاء الله بكره كده يكون يوم رائع نستمتع بيه بكره قدم حقيقيه وايضا بتحكيم. يعني كنت معايا من يومين يا كابتن عصام وقلت لي لسه الموضوع بدري ولسه الايام بدري ما تحددش، النهارده ما اعتقدش يعني في حكم المباراه بكره هتقوله لي، يعني خلاص يعني النهارده الاعلان الرسمي اعتقد يعني. يعني هو النهارده الاعلان الرسمي، لكن انا دايما بحترم القواعد واللوائح بتاعت اتحاد الكوره، فالنهارده ان شاء الله اتحاد الكوره يمكن هيعلن يعني اليوم ان شاء الله عن طاقم التحكيم. فدي يعني زي ما بنقول ان ده مثلا عاده
ان اتحاد الكره دايما هو اللي بيعلن، فلازم نحترم ده. ولكن انا قلت ان شاء الله المباراه يعني، واقول لكم برضو ما عنديش مشكله ان هتكون ما بين الكابتن محمود البنا والكابتن محمد عادل ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عصام، في البدايه طبعا بصبح عليك ومنور دايما برنامج صباح اون تايم، وعايزه كده اعرف من حضرتك يعني الرؤيه الخاصه للقاءات اللي زي دي بتكون من قبل حضراتكم ك يعني او من قبل حضرتك كرئيس للجنه التحكيم في الدوري او في الاتحاد المصري لكره القدم، بتكون عامله ازاي؟ بتحط في عين الاعتبار ايه؟ هل بيكون في اي حسابات ولا بيتم الاختيار بناء على ايه؟ ايه المعايير؟ يعني احنا زي ما حضرتك قلت ان بيكون في معايير لاختيار حكم القمه. مباراه بهذا الحجم اكيد لازم بنشوف يعني افضل الحكام، وزي ما قلت لحضراتكم في المداخله اللي من يومين ثلاثه تقريبا قلت ان احنا هنلاعب كل الحكام الدوليين في الاسبوع الاول والثاني على اساس نشوف مين الاكثر جاهزيه او اكثر اربعه جاهزين، ونبدا نقارن مين يلعب المباراه. ده من ضمن الكريتيريا اللي احنا حطيناها. وايضا كمان ان ممكن حاجه كمان زياده، ان ممكن نشوف لو في اربعه متساويين في المستوى او مستواهم كويس هنشوف ممكن يكون فيهم اثنين لعبوا المباراه دي قبل كده، فنحاول يكون ندي الشرف، لان ده شرف كبير لاي حكم يدير هذه المباراه، نحاول ندي الشرف لحكم اخر. ممكن دي من ضمن الكريتيريا الموجوده اللي ممكن لو تساوى عدد من الحكام في نفس المستوى ممكن دي ترجح كف حكم عن اخر. يعني كابتن عصام، يعني كابتن محمود البنا وكابتن محمد عادل الاسمين الاقرب لاداره القمه بكره ان شاء الله، ممكن الكلام اللي كابتن عصام عبد الفتاح بيتكلمه ايا كان، انا مش بقول مين الاسم اللي هيكون لا صح في صالح محمد عادل مثلا عشان النقطه اللي انا قلتها، لكن هو في كريتيريا كتير يعني دي بنقول ان احنا من ضمن الحاجات اللي ممكن ترجح كفه لو تساووا زي كده مثلا فرقتين بيتعادلوا فهيحتكموا ركلات الجزاء، فاحنا هنحتكم ركلات الجزاء لو تساووا في كل شيء يعني. طيب كابتن عصام، بنتكلم عن مباراه زي دي كان بقالها سنوات بيتم الاستناد لحكام اجانب، عايزه اعرف حتى على المستوى التجهيز النفسي الى اي مدى ممكن يكون ليكم دور كلجنه تحكيم ان انتوا تكونوا بتتكلموا مع الحكام في التوقيت ده. احنا بنبقى عارفين ان اللعيبه مش بيكون قصدها حاجه ولا المدربين، ولكن بدون قصد بيحصل ضغوط رهيبه على المدربين في التوقيت ده وقبل الماتشات وبعد الماتشات من الجماهير حتى على مواقع التواصل، فهل بيتم التعامل مع الحكم على المستوى النفسي قبل لقاء زي ده؟ بيتم الاعتماد برضو عليه وتشوف هو ازاي بيتعامل مع ضغوط قبل كده في ماتشات زي دي؟ يعني اعتقد دي نقطه مهمه جدا علشان ما يكونش الحكم مهزوز او حاسس ان هو مضغوط ان هو بيلعب قدام كم الكم ده من النجوم. يعني الحقيقه النقطه اللي قلتيها دي نقطه رائعه، ويمكن من خلالكم عاوز اقول للناس ان احنا زي الفرق بالظبط بيكون في اعداد للحكام قبل المباراه. يعني احنا السنه دي مع بدايه الموسم وقبل كل مباراه، يعني مثلا المباراه بكره او في بكره اكتر من مباراه، او كان في النهارده في تقريبا خمس مباريات هتلعبوا، احنا امس عملنا حاجه اسمها ماتش بريباريشن، عملنا اعداد للمباراه، بنعمل محاضره بتبقى على الزوم بتشمل حاجات كثيره بقى، الناحيه الفنيه والناحيه اللي بنتكلم عليها برضه النواحي البدنيه والناحيه النفسيه اللي حضرتك اتكلمت عنها، وبنقول بعض الملاحظات اللي كانت تفيد الحكام في المباريات، ودايما بعد كل اسبوع بنستفاد من بعض الملاحظات او بعض النقاط اللي احنا محتاجين ان احنا نطورها بنتكلم فيها ايضا مع الحكام اللي هيحكموا المباريات اللي بعد كده، يعني من اجل الاستفاده من اللي فات، لو كان في ايجابيات بنكلم الحكام ان هم يزيدوا منها، ولو في بعض النقاط اللي هتحتاج الى تطوير بنحاول نكلمهم فيها ان احنا هذه النقاط مش محتاجين ان احنا نشوفها مره ثانيه في المباريات. فزي ما حضرتك قلت ده مهم جدا، حتى كمان حكام القمه هيكونوا في معسكر مش كبير لمده يوم، وهيخرجوا منه الى ان شاء الله الى المباراه باذن الله. كابتن عصام دايما بتنورنا، واخيرا النسب ما بين محمد عادل ومحمود البنا مع حفظ الالقاب 50 50 ولا ممكن نقول لحد ازيد من حد؟ بلاش 50 50 دي، لان انا قلتها مره بتزعل الناس 50 50 دي تحليل زعلت الناس، رغم ان دي حاجه علميه بتتدرس في الفيفا، ولكن الناس الحقيقه يعني هجموني عليها وما فهموش حتى قصدي ايه، ولكن في دي ممكن نمشي 50 50 ماشي، مع اني انا كنت مستني دي ممكن تقول لي 60 40 ولا حاجه عشان نقدر نقول مين اللي هيدير اللقاء، ولكن ماشي يا كابتن عصام شرفتنا ونورتنا. كلها ساعات قليله ان شاء الله وهنعرف مين اللي هيدير، وانا بشكرك طبعا واتمنى لك كل التوفيق.
شكرا، بنشكر حضرتك كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام، وايا كان مين الحكم اللي هيكون بيدير لقاء قمه بنتمنى له اكيد كل التوفيق، ما يكونش فيه اي اخطاء تحكيميه باذن الله، لان مباراه مهمه مرهن دايما وبيكون فيها كلام كتير بالذات عن ملف التحكيم. ملف التحكيم بيكون من اكثر الملفات عليها جدل، فبالتالي بنتمنى التوفيق للحكم ان شاء الله اللي هيتم اختياره، ويعني طاقم التحكيم بالكامل يكون موفق في اليوم ده، وما اعتقدش خالص ان اي حكم هيكون بيعمل اي خطا عن قصد، لانه الهجوم الكبير اللي بيجي عليه يعني يخليه في غنى عن اي اخطاء، لانه بيتحط تحت مايكروسكوب رهيب وبيتحط تحت ضغوط وبتستمر، والموضوع بيكون صعب جدا. واعتقد كمان فكره الاعداد او معسكر خاص للحكام قبل انطلاقه المباراه حاجه مهمه، يكونوا بيتفرجوا على ماتشاتهم زي بالظبط لما في محلل اداء بيكون بيتفرج على ماتشات اللعيبه، لازم كمان يكون في محلل اداء بيتفرج على اداء الحكام. فنقطه مهمه جدا من خلالها نكمل بقيه اخبارنا في اون فاير نيوز، وخبر مرتبط الى حد كبير برضو بقصه التحكيم من خلال بقى كارتيرون اللي طلب من اللعيبه بتاعته ان هم يكونوا بيبعدوا عن الاعتراض عن قرارات حكام الماتش قدام نادي الاهلي، حتى لو حصلوا على انذارات او كروت حمراء شدد كارتيرون على اللعيبه ان هم يكون ادائهم في هدوء واعتراضهم يكون هادي، لو يعني اضطروا للاعتراض توتر يكون قليل، خاصه ان الماتش ده بيحتاج للتركيز من بدايه اللقاء لنهايته. اكد كمان المدير الفني على ثقته الكبيره فيهم ان هم قادرين على الفوز، وكمان اضاف مدرب ان اللعيبه الفوز هيكون بيمنحهم دفعه معنويه كبيره جدا وعاليه في مشوار الفريق في الدوري المصري. فنقطه مهمه جدا تحتسب لكارتيرون ان هو ذكر قصه الاعتراض على الحكام، ان هي بتكون يعني اصلا بتضر اللعيبه وبتضر الفريق كمان يعني طبعا أصلاً. يعني انت في الاخر هو هي نقطه مهمه مرهان زي ما انت قلت، لان انت في اولا واخيرا بتبقى كل اللعيبه او اللعيبه اللي ما عندهاش خبرات كبيره يعني اللقاءات مهمه بتكون مضغوطه نفسيا بشكل كبير جدا، فده بيأثر عليهم، فالضغوطات دي بتوصلك ان انت تكون نرفج عالي في الملعب، فبيبقى في من هنا نرفزه على الحكم او ايا كان بتعترض على اي حاجه تحكيميه، فمن هنا بتيجي ممكن فريقك يخسر مجهوداتك بقيه اللقاء بسبب نرفزه او بسبب ان انت اعترضت على الحكم، فده بيؤدي في الاخر الى خساره فريقك لايا كان بقى النتيجه كانت عامله ازاي وقتها. بالراجل بترتبك حساباته بيبتدي يغير طريقه لعب، لعيب اتطرد لا قدر الله حاجه، كل ده بيبتدي يغير بالانذار بيغير طريقه لعب عشان بيبقى بيبص على بقيه الماتشات اللي هو مش عايز يفتقد قدماته، بيبقى خايف ان هو ياخد انذار تاني بالظبط. فيعني قصه. طيب لسه داخل نادي الزمالك مع كارتيرون، وخلال الساعات اللي فاتت على كان بيتكلم مع لعيبته على الكرات الثابته وان هم يسددوا من خارج منطقه الجزاء، وطلب كارتيرون من اللاعبين ضروره استغلال الكرات الثابته واحراز منها اهداف، واختص كمان كارتيرون الرباعي طارق حامد امام عاشور احمد سيد زيزو اشرف بن شرقي، يمكن اربع لعيبه هم اللي بيشتغلوا على الحته دي كويس او بيلعبوا كرات ثابته او بيسددوا من خارج منطقه الجزاء عشان يقدروا يستغلوا كل الفرص اللي موجوده قدامهم، لان هي مش هتيجي كتير، لان دايما الماتشات دي الفرص فيها بتبقى قليله. فلما اتكلم معاك سواء امام عاشور او طارق حامد او بن شرقي او زيزو اي لاعب من الرباعي اللي بيتكلم معاهم كارتيرون على التسديد من خارج منطقه الجزاء، مهم جدا ان يبقى عندك ان انت بتسدد بتلعب كروسات، هو بيلعب على كل الاحتمالات داخل المباراه، عشان كده كان بيتكلم مع لعيبته ان هم محتاجين يركزوا على ان هم يسددوا من خارج منطقه الجزاء او حتى الضربات الثابته اللي ممكن تتعمل سواء لعمر السعيد اللي هيكون بيلعب او سيف الدين الجزيري. طبعا ده على المستوى الفني اكيد تخطيط كبير جدا ورؤيه فنيه من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، ولكن كمان بقى على المستوى الاداري اهتمام كبير من مجلس اداره نادي الزمالك بهذا اللقاء المرتقب، من خلاله يعني اعرب رئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب ومحمد الاتربي رئيس اللجنه، وكل من الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي وعضو اللجنه، والكابتن حسين السيد وهاني برزي عضوي اللجنه، وطارق جبريل المدير المالي عضو اللجنه، على التواجد خلال تدريب الفريق اللي اقيم امبارح في ملعب عبد اللطيف ابو رجيله لمؤازره الفريق قبل لقاء النادي الاهلي، وعقد اعضاء
اعضاء اللجنه جلسه مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق تدريب امبارح. كمان اكد اعضاء اللجنه على دعمهم التام للعيبه والجهاز الفني وثقتهم كمان في قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراه بكره الجمعه، وفي نفس الوقت تعهد اللعيبه واعضاء الجهاز الفني انهم يكونوا بيقدموا مباراه تليق باسم الزمالك فيها تحقيق للفوز طبعا، ده امل كبير منهم في لقاء القمه المقبل. مهم جدا ان يعني ان يبقى مجلس اداره نادي الزمالك او مجلس اداره نادي الاهلي بيحفز اللعيبه، بيتكلم مع لعيبته سواء هنا كابتن حسين لبيب او حتى كابتن محمود الخطيب مع النادي الاهلي. مهم جدا انك بتحفز لعيبتك قبل لقاء مهم زي ده. طيب من اخبار الزمالك خلصناها، نروح لاخبار الاهلي، وخلونا اقول لكم كده عن القائمه اللي كانت موجوده امبارح واللي الناس كلها بتتكلم ان هي دي القائمه خلاص اللي ممكن تكون رسميه بشكل يعني كمان ساعات، ولكن لحد دلوقتي ما تمش الاعلان بشكل رسمي من قبل النادي الاهلي. خلينا اقولها لكم برضو: محمد الشناوي في حراسه المرمى، وعلي لطفي ومصطفى شوبير ثلاث حراس مرمى، في الدفاع ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، محمد هاني، علي معلول، كريم فؤاد، اكرم توفيق، في خط الوسط عمرو السوليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، وقدامهم محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، وميكيسوني، واحمد عبد القادر، وعمار حمدي، بيرستاو، طاهر محمد طاهر، وفي خط الهجوم اكيد حسام حسن، محمد شريف. وخليني اقول لكم برضو المستبعدين عن قائمه النادي الاهلي: وليد سليمان، ومحمد محمود، رامي ربيعه، محمود متولي، وصلاح محسن، ومحمود وحيد، احمد نبيل كوكا، واخيرا محمود كهربا اللي كان يعني امبارح الناس كلها بتتكلم عن ليه محمود كهربا خارج لقاء، وابتدت تربط ما بين المشكله اللي كانت موجوده في المؤتمر الصحفي ما بين كهربا او ما بين موسيماني او اللي حصل يعني، ولكن اعتقد ما لهاش حسابات يعني خالص الناس اللي بتتكلم. انت في الاخر هي رؤيه نظر فنيه من موسيماني، اعتقد ان هي ما لهاش علاقه بمشاكل شخصيه يعني. اكيد بنحاول على قد ما نقدر نفصل الاحداث اللي هي بتحصل بره الملعب باي مشاكل تانية ليها علاقه باللعب او الاختيارات المدير الفني، واللي بنأمله لان هو هيكون بيأثر بشكل ايجابي على مستوى الكرة وعلى مدى استمتاعنا بالماتشات، اللي هو الاستقرار الاداري. مفيش اي نادي هتلاقيه مستقر اداريا هتلاقي عنده مشاكل كبيرة فنية، وعلى العكس بقى لو انت عندك نجوم كتيرة جدا ولكن اداريا في مشاكل سواء مادية او على مستوى قرارات او مشاكل او حاجات ليها علاقة بغرفة الملابس، كل ده هيكون بيأثر بشكل دايركت جدا ومباشر يعني على مستوى الفريق فنيا. اللي بنأمله ان شاء الله تكون مباراة قوية وممتعة، وايا كان مين اللعيبة اللي تم اختيارهم من قبل الجهازين الفنيين يكونوا على قدر المسؤولية ويقدموا كده مباراة قوية تمتعنا وتؤكد ان الموسم ده استثنائي من حيث القوة ومن حيث كمان التهديف. يا رب يعني يكون الماتش مليان اجوان ان شاء الله. اكيد، وزي ما انت قلت مريهان، المستقر دايما اداريا بيكون مستقر فنيا بنسبه كبيره جدا بالزبط. وفكره ان الناس اتكلمت امبارح او موضوع ان كهربا مش هيكون موجود والشناوي هيكون موجود في القائمه، يمكن دول ابرز اثنين كانت الناس بتتكلم أكيد. عليهم امبارح، ولكن دايما مش عايزين المشاكل تبتدي بدري، او مش عايزين الصراعات اللي بتكون موجوده على السوشيال ميديا تبتدي بدري ما بين اهلي وزمالك. يعني في الجوله الثانيه ما هو دايما عشان لقاء القمه دايما متعودين كان بيبقى في اخر الموسم سواء في الدور الاول او في الدور الثاني، ولكن دلوقتي خلاص انت في الاسبوع الثالث اهلي وزمالك، فابتدت الناس ياخدوا من هنا ان كهربا بيثير للمشاكل داخل النادي الاهلي، وده كان اخرهم في المؤتمر الصحفي، فعشان كده موسيماني استبعده وابتدى كلام كتير عن الموضوع. من هنا بتيجي الشحنات اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا ما بين جمهور اهلي وجمهور زمالك. يعني هنتابع اكيد اللقاء ونشوف طبعا الى اي مدى كلا المدربين كانوا مين يعني اختيارات صحيحه، وطبعا اثناء المباراه التغيير التغييرات بقى هي اللي كمان بتبين قد ايه كل مدرب كان موفق في اليوم ده على المستوى التكتيكي. هنكون بنكمل اخبارنا ولسه طبعا مع اخبار النادي الاهلي، واللي بتسعى اداره بقى نادي الجونه خلال الفتره اللي جايه من اجل الحصول على العديد من الصفقات الكبيره. كشف مصدر مقرب من اللاعب خلونا برضو محمد محمود لاعب واحد من نجوم نادي الاهلي، ان في مفاوضات هتكون خلال الساعات اللي جايه مع اداره النادي الاهلي عشان يحصلوا على خدمات محمد محمود نجم وسط النادي الاهلي، وده خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه على سبيل الاعاره. طلب محمد محمود الانتظار عشان يكون بيعرف موقفه من المشاركه في الماتشات اللي جايه مع القلعه الحمراء قبل حسم مصيره من عرض الجونه. بشوف ان دي حاجه محترمه جدا ومهمه جدا جدا ان اي لاعب حاسس ان هو داخل نادي
نادي كبير بس فرصه في المشاركه مش موجوده، ان هو يكون بيستغل فرصه الخروج واللعب والاعاره في اي نادي اخر واثبات نفسه. شفنا اكتر من نموذج ناجح خرج بره الانديه الكبيره، الناديين الكبار الاهلي والزمالك، خرج ورجع مره ثانيه بمستوى مختلف خالص، وحتى لو ما رجعش مره ثانيه وتم بيعه بس كان خلاص قدر يثبت نفسه. ولكن انت تكون قاعد لابس تيشرت كبيره وفريق كبير بس قاعد دكه، ما اعتقدش ان ده اللي بيسعى عليه لعيبه في كارير بيستمر 15 سنه. بس انت فوق 15 سنه دول بتكون بتقدم فيهم ماتشات وبتكون بتسجل اهداف، فلو الموضوع بس ان انت تكون لابس تيشرت تقيله من غير ما بتكون بتلعب، ما اعتقدش ان ده طموح اي لاعب، يعني لاعب تفكيره كمان احترافي يعني. اكيد يعني محمد محمود، بس يمكن هو كان ظروفه صعبه شويه او كان حظه وحش شويه من ساعه مجيئه للنادي الاهلي، وكان هو على امل ان هو يكون موجود وبيلعب وبيشارك اساسي، كان جاي نجم وكان جاي فات فاصابات متكرره، اثنين صليبي، في كان هو لحد دلوقتي انا شايف من وجهه نظري مؤيد جدا للفكره انت بتقولي. ايا كان انت بتلعب في نادي اسمه ايه بشكل كبير ونادي كبير وجماهير وكل حاجه، ولكن في الاخر انت موجود على الدكه او حتى ساعات كتير بتكون موجود خارج السكور اللي بيبقى موجود في الماتش، فده مش حاجه كويسه. ولكن محمد محمود لعيب كبير، لعيب بيمتلك مهاراته ولعيب مهم جدا، نتمنى ان هو يرجع مره تانية ان شاء الله. فرصة ان هو يكون موجود وبيشارك اللي هو مستنيها لو ما كانتش موجودة مع النادي الاهلي في خلال الماتشات اللي جاية، اعتقد ان هو يكون موجود في نادي تاني ايا كان هو اسم ايه النادي. يعني دلوقتي الجونة بيتكلم معاه، اعتقد ان هو ايا كان ايه النادي اللي هيكون موجود معاه هو مهم ليه ان انت تبقى رجليك في الملعب، تبقى فت، تبقى جاهز. رجعت مرة تانية اعتقد هتبقى راجع واقف على رجلك. بنتمنى لك اكيد كل التوفيق. واحد من اللعيبة اللي كان حظهم وحش في من ساعه ما جيوا للنادي الاهلي زي ما بنقول. خليني برضو اضيف حاجه في النقطه دي، انه اللعيبه اللي بيجي لهم فرصه الانتقال لاهلي وزمالك لازم يكون عارف هو المركز بتاعه ده، وهو رايح يكون في الفريق ده عنده كم واحد نجم دلوقتي وكم واحد ممكن يكون بيقعده دكه. فبرضو في يعني صفقات كتيره جدا جري وراها اهلي وزمالك طبعا على مدار السنين كتيره، واللاعب بيروح للفريق مثلا بيختار ايا كان اختار انهي، بس بيبقى رايح وعنده كميه لعيبه نجوم الجماهير بتحبها والجهاز الفني بيثق فيها، على ما بيجي عليه الدور لا هو بيروح فعلا، هو رايح نجم بس بيروح يقعد دكه، وبيبقى صفقه كبيره جدا، حتى الجماهير بتبقى متضايقه ان هي تصرف فلوس كتيره جدا من خزينه النادي وما تمش استغلال اللاعب باي شكل من الاشكال. طبعا اكيد يعني انا الموضوع عندي كبير النهارده. تكبرت الموضوع. انا بتكلم جد جدا. لا بس هو فعلا زي ما بتقولي يا مرهان، يمكن فكره ان انت تكون موجود بتاخد وفرصتك انك تكون موجود في الملعب دي حاجه كويسه جدا. منتخب مصر فاتح ابوابه للجميع، فاعتقد اي لعيب هيكون موجود بيتالق مع اي نادي ايا كان اسمه هيكون موجود وهيكون ليه دور مع منتخب مصر. طيب لسه مكملين اخبارنا داخل النادي الاهلي، واستقر بيتسو موسوماني المدير الفني للنادي الاهلي على خلاص يعني هو بيبتدي بشكل كبير جدا، اللي هو عارف التشكيل اللي هيبدا بيه، والراجل جرب تجربه كده يعني يمكن في خط الدفاع شفناها في الماتش اللي فات امام البنك الاهلي، هو ان هو لعب محمد هاني كباك رايت او يعني باك يمين، واكرم توفيق نزله في نص الملعب، وده اللي هيرجع ليه تاني موسوماني، يرجع مره تانيه باكرم توفيق يلعب كباك يمين ويبتدي يشوف مين اللي هيلعب في نص الملعب ايا كان حمدي فتحي والسوليه، او هيلعب بثلاثه في نص الملعب، ديانج ممكن يكون موجود، ولكن خط الدفاع هيكون اكرم توفيق باك يمين وبدر بنون ايمن اشرف وعلي معلول باك شمال، وده اعتقد الخط الاقرب لموسوماني اللي هياخد بيه لقاء ان شاء الله بكره. الثلاثه نص الملعب اعتقد برده مش هيكون فيهم تغيير، الا لو كان هو دايما موسوماني بيتكلم في فكره ان انا هلعب بحمدي فتحي والسوليه وديانج، هو خلاص يعني ابتدى كده يبان ان هو بيلعب بثلاثه في نص الملعب. ماتش اكيد مهم، ماتش صعب، هيكون عنده حذر شويه من نادي الزمالك، فممكن نشوف ثلاثه في خط وسط النادي الاهلي ان شاء الله بكره. كده نشوف مباراه مهمه، ولكن برضو على نفس النهج حذر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في نادي الاهلي الظهير الايمن للفريق محمد هاني، عقب ما بدر منه لحظه تبديله في لقاء البنك الاهلي الاخيره، وجه عبد الحفيظ اللوم لمحمد هاني بسبب استياء اللاعب ساعه ما كان خارج وتعطيل اللعب رغم تعادل الفريق وقتها، وشدد على اللاعبين بضروره الالتزام بتعليمات وقرارات موسيماني وعدم الاعتراض عليها. وعلى الجانب الاخر بقى كمان يعني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني تجاهل ما بدر من هاني وما اتكلمش مع اللاعب، لكنه قرر استبعاده من تشكيل الفريق الاساسي وبدون كلام يعني. فاعتقد انه لا ينفع اي تصرفات سيئه مع الجهاز الفني ولا مع طاقم التحكيم ولا مع الجمهور المنافس، يعني في حاجات كتيره جدا بنتكلم فيها دلوقتي خلاص بقت دمها تقيل، ان احنا لسه بنتكلم
هنتكلم فيها في 2021. هو بس هو موسيماني فكر ان هو بتغيير محمد هاني اللي جت في الماتش اللي فات، هو الراجل رجع تاني لما كان بدا ب 3 4 3 حب يرجع تاني اكرم توفيق باك رايت وعشان يبدا يلعب بمحمد شريف قدام، فخرج محمد هاني. محمد هاني يمكن بس هو عنده شويه الحساسيه زايده عنده مساب اكرم توفيق خلاص بيلعب باك رايت وهو عايز يشارك فمبقاش موجود، فحس ان هو خرج بدري شويه فمن هنا ابتدى يعترض. ولكن طبعا يعني هي رؤيه فنيه اولا واخيرا لموسيماني، الراجل عايز يغير طريقه لعبه فمضطر ان هو يضحي ايا كان مين اللاعب سواء اكرم توفيق او محمد هاني. فهي مش هو مش تقليل من محمد هاني كلاعب، ولكن هو عايز اللي يخدم طريقه لعبه في الملعب. هو حق ربنا علشان ما نكونش بنتكلم ولا بندوس على لاعبتنا المصريين. مفيش لو ركزت مع اي نجم على المستوى العالمي في تاريخ بقى ماتشاته، شوف لعب كم ماتش مع كل الانديه اللي شارك معاها، عمرك ما هتلاقي واحد خرج على مدار تاريخه اكيد عدت عليه مره ولا مرتين وهو بيتبدل كان متنرفز وكان متعصب وعمل مشده او ما سلمش على المدرب. يعني المشهد ده حصل متكرر. من نجوم كبار جدا ما حدش بيبقى عارف هم حاسين بيه، بس هو متوقع بيبقى كل واحد لسه عايز يفضل يلعب، حاسس ان هو كان قريب من التسجيل، حاسس ان هو متضايق ان هو ما كانش فورمه، فلا ما تديني كمان 10 دقايق يمكن افوق. يعني تبقى حسابات شخصيه بس في الاخر المدرب بيقرر الافضل لفريق يعني كامل. يعني هو دايما اي لاعب هو مش بيبقى قصده ان هو يصطنع مشكله، ولكن هو عايز يكون موجود، عايز يخدم فريقه، عايز يبقى موجود على طوال ال 90 دقيقه. طيب خلينا نروح كمان يعني للبنك الاهلي، وواحد من لاعيبه البنك الاهلي هو كريم بامبو. بيخضع كريم بامبو لاعب فريق البنك الاهلي لبرنامج اعداد بدني خاص، وده للحفاظ على اللياقه البدنيه للاعب والمشاركه في بعض المباريات الوديه اللي بتقام خلال فتره التوقف اللي جايه لبطوله الدوري المصري الممتاز. شارك كريم بامبو في التدريبات الجماعيه للفريق خلاص بعد رغم القرار اللي يمكن كانت الناس عارفاه بوقف اللاعب بسبب ان هو تناول احد الادويه المحظوره موجود فيها منشطات، ولكن ده هو كان بيبرره كريم بامبو ان هو كان بياخد حاجه لوزنه ان هو ينزل شويه، حاجه يعني ملهاش علاقه خالص بالمنشطات، ولكن في الاخر هي جت الفكره او الموضوع جه معاه كده فتم وقفه. طبعا كريم بامبو واحد من اللعيبه اكيد المهمه، كان متالق بشكل كبير جدا مع نادي البنك الاهلي الموسم اللي فات، واكيد ان شاء الله بنتمنى يرجع كده مره ثانيه بعد التوقف بسبب الماده المنشطه اللي اثبتت في اللي كان بياخده. طبعا طيب طبعا بنتمنى السلامه لكل لاعبتنا، وبنتمنى طبعا التوخي الحذر من النقطه دي لان هي برده متكرره. لازم يكون في رجوع للمسؤولين عن النقطه دي قبل ما تكون بتاخد اي دواء، ده بالنسبه لاي رياضي محترف. يعني ممكن يحصل ساعات حد ينسى، ما يجيش في دماغه، بيبقاش متخيل ان هو كل دواء لازم يعمل فيه كده، بس علشان نكون بنتكلم على المستوى الاحترافي الكبير على مستوى الكوره وغير الكوره لازم يكون في اللجوء للناس المعنيين. واعتقد ان المؤسسه في مصر المعنية بقصة المنشطات دي هي نشيطة جدا جدا بشكل إيجابي يعني في الموضوع دوت، وإن هي على طول مهتمية وبتتواصل مع اللعيبة، مش بس نركز مع رفع الأثقال والمنشطات، لا نركز في الرياضي بشكل عام وقصة المنشطات دي. إن شاء الله تكون عودته سريعة، وإن شاء الله كل اللاعبين يكونوا يعني واخدين بالهم إن الموضوع دوت يكون على طول في حساباتهم. أكيد لسه معانا أخبار كتير، وبنتكلم طبعا عن لقاء قمة مرتقب، أكيد هيكون في حديث عنه بشكل ما، وأكيد في فقرات لسه في حلقتنا النهارده بعد الفاصل مشاهدينا. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم، واكيد حديث الساعه هو لقاء القمه، الناس كلها مترقبه، الناس كلها مستنيه لقاء غدا ان شاء الله. نتكلم ان الجماهير كلها بتكون باصه للمباراه دي، يعني يعني اشتياق، بتبقى مستنياها من السنه للسنه او بقى في السيزون مرتين. وطبعا على المستوى الافريقي بقى لو في كمان ماتشات قمه دي بتكون قمه للجماهير كره القدم الافريقيه. ولكن على مستوى بطوله الدوري وبنتكلم في الجوله الثالثه ومع انطلاقه موفقه لكلا الفريقين بحصدهم الست نقاط، بنتكلم ان كمان بقى بالنسبه لكل الفئات المتعلقه بالرياضه بتكون مهتميه باللقاء ده. فكان لنا فرصه ان احنا نتكلم مع نقاد رياضيين ونشوف بقى ايه توقعاتهم ورؤيتهم لمباراه القمه. خلونا نشوف بقى كان ايه كلامهم ونرجع مره ثانيه. شايف ان القمه 23 دي مختلفه شويه. اول حاجه ان هي فيها وجود جماهير،
الماتشات اللي فاتت كلها كان بيحضر جماهير بشكل تسريب، لكن دلوقتي بشكل رسمي خاصه مع رابطه الانديه اللي هو يترأسها النائب احمد دياب، وجود الكابتن الحاج عامر حسين، مجموعه محترمه جدا، وطبعا اللي هو ثروت عاملين شكل كويس جدا. في ضوابط امنيه، كان في اجتماع امني من قبل المباراه باربع ايام يوم الاثنين، اتكلموا في كل الضوابط، الألف مشجع هيكون موجودين، بالإضافة إلى شركة تذكرتي عاملة ضوابط تانية جديدة، وخاصة الشرط المهم جدا فيها إن اللي مش هيحضر المباراة إلا واحد يكون واخد مصل اللقاح ضد كورونا، دي مهمة جدا وأكد عليها أستاذ منتصر النبراوي، دي حاجات مهمة جدا. وجود الجماهير بقى في المدرجات عدد 1000 أعتقد هيدوك صدى ل 10000 في الماتش، ودي نتمنى إن هي نجاح الجماهير في اللقطة دي والماتش ده تحديدا ممكن تدي أمل إن يبقى في مساعي والأمن يوافق إن هو يوصل لرقم 5000 مشجع، زي وفقا اللي قاله لي نائب أحمد دياب إن هي تبقى 1000، ممكن بعد كده لكل فريق ممكن بقى 5000 لكل فريق، يعني 10000 وتزيد ونرجع للأمور الطبيعية بتاعتنا في الشارع القروي. الأهم برضو الحدث اللي احنا مركزين فيه واقعة شيكابالا وموقف شيكابالا، أزمة شيكابالا اللي هي حتى الآن يعني اللي قاعدة غامضة طول الوقت كلها، ما حدش عارف شيكابالا مشكلته فين، يعني اتحاد الكورة وقفوا 8 شهور ثم خلاها 8 مباريات، نادي الزمالك مش مقتنع بعد تصريح رئيس اللجنة الثلاثية بأن لم يتجاوز أمامه ضده شيكابالا، طبيعي أن الزمالك تشبث أن هو يتم إلغاء العقوبة تماما، ذهب للمركز التسوية اللي هو حاليا الجهة منوط بها أي حد يلجأ إليها كمحكمة رياضية، وبالفعل ألغت قرار إيقاف شيكابالا، لكن اتحاد الكرة لم يعترف بيها، وفي حالة لغط واللجنة رابطة الأندية ما حدش عارف المشكلة فين، دي كانت لغاية آخر اللحظات، ودي اللي خلت الجهاز الفني معتمد عليه لكن لن يدفع به في المباراة إلا عندما يحصل على مستند رسمي من اتحاد الكرة يؤكد أنه تم رفع الإيقاف بشكل نهائي. بص دايما مباراة القمة التصريح المنطقي والطبيعي خارج التوقعات، ممكن القمة قبل كده كنت أقول لك مثلا زمالك متفوق، لكن مع الصفقات الجديدة اللي عملها النادي الأهلي وظهور بيرسيتا وميكسوني، حسام حسن ممكن يشارك، عودة المصابين زي حسين الشحات، أعتقد الماتش هيكون صعب، خاصة النادي الزمالك عنده تشكيله ثابت، قوة الضرب موجودة، القوة كلها واضحة، مدربه يجيد التعامل مع النادي الزمالك نفس مع النادي الاهلي، النادي الاهلي موسيماني بيعتبر المباراه دي رد اعتبار وعنده حوافز كتير جدا، خاصه بعد ضياع دوري الموسم اللي فات، ضياع مباراه السوبر المحلي، الماتش صعب جدا، صعب لان الفريقين اقوياء، بس الاكيد ان احنا على موعد مع مباراه مهمه. هي مباراه القمه هتفضل مباراه قمه حتى يعني في الاسابيع الاولى في الاسابيع الاخيره هتفضل مباراه قمه، ممكن هيبقى التنافسية تبقى قليلة، بس مباراة القمة بتبقى بالنسبة لكل جماهير لكل فريق دي بطولة خاصة، سواء بقى كان البطولة محسومة أو البطولة في أولها أو البطولة في آخرها، هي بتبقى بالنسبة لهم بطولة خاصة. وشايف إن طبعا يعني الفترة الأخيرة المنافسة بين مباراة الأهلي والزمالك كانت يعني في منافسة جدا بين الجماهير، خاصة في نهائي دوري ابطال افريقيا، في الدوري مباراه الدوري في الموسم اللي فات، وشايف ان الاستعدادات للفريقين وتصريحات المدربين الاخيره كان بتدل ان في منافسه قويه جدا هنشوفها في الماتش، وتقدر تقول يعني ان الـ ان 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 الجماهير منتظره اداء مميز من اللعيبه، ان في انطلاقه الدوري احنا شفنا مستويات مميزه من الزمالك، شفنا مستويات مميزه من الاهلي، ممكن جماهير الاهلي اكثر تخوفا من الزمالك، ان الزمالك كان بدنيا كان اقوى، في افريقيا قدر يكسب ذهاب ويقدر يكسب عوده، الاهلي في ماتش افريقيا في الذهاب تعادل، ماتش البنك الاهلي كان مستوى اقل من ماتش الاسماعيلي، في تذبذب في المستوى، الزمالك ماشي بخطه ثابته، تصريحات باتريس كارترون اعتقد ان هي حطت ضغط على موسيماني، ان هو تصريحاته كلها بيقول ان الاهلي طبيعي انه يفوز بالدوري، الاهلي السكواد بتاعه اقوى، احنا واقفين عن القيد. ماتش القمه المره دي هو في بدايه الدوري، فهنقدر نقول ان هو مش حاسم للدوري، ولكن الفريق اللي هيكسب هياخد خطوه يسبق بخطوه عن الفريق المنافس. انا اعتقد ان جاهزيه الزمالك اكتر من الاهلي، فرص الزمالك اكتر من الاهلي في الماتش ده، لان الزمالك التيم بتاعه ما دخلش عليه عناصر جديده، كلهم موجودين بسبب ازمه القيد، على عكس الاهلي فيه عناصر جديده لسه ما فيش انسجام، يعني بيرسيتاو لعب ماتش او ماتشين، نقدر ميكسوني كمان لعب ماتشين ثلاثه، لسه ما فيش انسجام، لسه نقدر نقول ان موسيماني ما حطش ايده على التشكيل الثابت.
عكس كارترون. كارترون يعني نقدر نقول التشكيل من دلوقتي اي حد لو تسال تشكيل الزمالك ايه هيحط لك ال11 لعيب كلهم مره واحده. الاهلي لا، هتقدر تتكلم تشكيل مين يقول لك محمد شريف ولا بيرسيتاو ولا قفشه ولا ولا ولا. فدي اعتقد دي نقطه ايجابيه في مصلحه الزمالك، هو مش قادر يحط ايده على تشكيل ثابت. ده موسيماني آه، الغموض نقدر نقول ايه لو مثلا لو كارترون هيعمل مثلا مفاجاه هيلعب مثلا باوباما او مصطفى فتحي مكان اوباما، عمر السعيد مكان الجزيري، دي هتبقى مفاجات او النجم يبدا اساسي، دي مفاجات اللي كارترون ممكن يلعب عليها. ده هنا التشكيل الغامض. انما موسيماني لا، موسيماني عنده يعني تقدر تقول ايه مش قادر يعرف حدد امكانيات لعيبته الجديده مع القديمه. يعني طار محمد طار كان اساسي فجاه بقى بره، كهربا كان اساسي فجاه بقى بره، محمد شريف فجاه بقى بره، الكلام ده كله ممكن ياثر على الاهلي. فاعتقد ان فرصه الزمالك اقوى من الاهلي بكتير. طبعا ما فيش حديث دلوقتي غير ماتش القمه ما بين الاهلي والزمالك، وطبعا اهم حاجه مشاركه شيكابالا اوباما في نادي الزمالك وبيرسي تاو في الاهلي، عشان بعد الظهور جيد في الماتش الاولاني للاهلي كان ظهر بشكل كويس جدا امام الاسماعيلي وطبعا احرز اهداف، فدي كانت نقله بالنسبه له. فطبعا دي حاجه الجمهور الاهلي والزمالك. طبعا اهم حاجه اوباما رجع من الاصابه، هيشارك في الماتش ولا لسه مش هيشارك؟ شيكابالا موقفه، الزمالك بيخاطب ان هو يشارك في الماتش ولا مش هيشارك، دي حاجه مهمه جدا لجمهور الزمالك وجمهور الاهلي. مباراه القمه دي هتكون اصعب مباراه قمه بسبب ان هي افتتاحيه في الدوري، زي ما بيقول كده ايه عايزين يعرفوا اول مباراه قويه للاهلي وللزمالك، هل الزمالك قادر ان هو يحافظ على بطوله الدوري وان هو يجيب اكبر عدد من النقاط عشان يتصدر الدوري ويقدر يكون صاحب بطوله الدوري المره الثانيه على التوالي، ودي ما حصلتش قبل كده طبعا. والاهلي طبعا عايز ايه يرجع نفسه تاني ان انا البطل وانا قادر ان انا ارجع بطوله الدوري تاني، وان هو يفوز على الزمالك ويفرح جماهيره. وبيتسو موسيماني طبعا اهم اهدافه في الماتش ده ان هو يرجع ثقه الجمهور تاني بعد الماتشات وخساره الدوري وكذا الحاجات اللي حصلت معاه في بدايه الموسم. طيب اكيد الناس كلها مستنيه، سواء جماهير سواء نقاد، الناس كلها بتتكلم، الناس كلها كل واحد عنده وجهه نظر في مباراه القمه، وكل واحد شايف المباراه من وجهه نظره وتشكيلات ايا كان مين ممكن يبدا بايه، موسيماني هيبدا ازاي، كارتيرون هيبدا ازاي، كل واحد ليه راي اعتقد. وهي حلاوه مباريات القمه ان هي بتخلينا كلنا نبتدي نتكلم في الكوره، نبتدي نستعيد ذكريات، نبتدي نقول ايه احسن الماتشات، طب ايه اللي ممكن يحصل. دايما كان عندي او انا شخصيا يعني يمكن مرهن كنت بستنى ماتشات اهلي وزمالك، كنت ببقى مبسوط ان مثلا بكره الاهلي والزمالك هيلعبوا حتى لو مش رايح استاد، بس فكره ان انت هتتفرج على الماتش واحداثه بالحاصل بالاجواء كل ده كنت ببقى يعني متحمس جدا. ايوه، فكره ان انت بتكون يومك بيتبرمج على ان في ماتش بالليل ان شاء الله الساعه 9 بالليل، بس انت من اليوم اللي قبله بتخطط مع صحابك انتوا هتتفرجوا ازاي، انتوا هتروحوا فين، انتوا رايحين لو حتى مش رايحين الماتش، بس انت حتى يومك شكله كده بيكون فيه استعدادات. فكر على صاحبك اللي هو بينتمائه عكس انتمائك هتحفل عليه تقول ايه، وهو يفكر يعني حتى الهزار الواحد بيكون بيخش في المود بتاع ان انا عندي ماتش قمه، يلا بابا نشوف ايه اللي هيحصل النهارده. حدوته كده، حدوته القمه وماتشاتها يعني ملهاش بدايه ونهايه، ولكن احنا بنتكلم ان احنا سنين كتيره جدا شفنا فيها ماتشات قمه كتيره، سواء على مستوى الافريقي، على مستوى الدوري المصري، او كمان على مستوى بطولات كاس مصر. فبنتكلم عن لقاءات قمه كتيره جدا جدا، وكتير منهم اتحسم بماتشات كان فيها اهداف كتيره وماتشات كانت وصلت لركلات الترجيح. بنتكلم عن سمات مختلفه حصلت في مباريات القمه، كلهم اكيد حاولوا يمتعونا على قد ما يقدروا، واحنا اتحفر في ذاكرتنا ماتشات كتيره جدا في لقاءات القمه استمتعنا بمشاهدتها. سالنا بقى الناس انتوا ايه اكتر ماتش قمه فاكرينه واتبسطتوا واستمتعتوا بيه، خلونا نشوف قالوا ايه. احلى ماتش اهلي وزمالك 4-3 في الكاس. والله مباراة الكاس اللي كانت 4-3 للأهلي برضو، كانت المباراة دي كانت ند بند، وكان الزمالك كان بيروح والأهلي كان بيتعادل. 4-3 بتاع الكاس، كاس مصر، كاس السوبر في الإمارات، حاجة اللي هو كان 4-3 بتاع مؤمن زكريا لما جاب نزل جاب الجون. ماتش 3-2 السوبر اللي فات بتاع فايلر، لأن فايلر كان جاي مدرب جديد وكده، فما كناش نعرف أسلوب لعبه ولا كده، كان أول ماتش مع الزمالك فعمل ماتش هايل.
هو ماتش نهائي افريقيا، الزمالك كان ماسك كوره ومستحوذ والاهلي خطف الماتش، يعني توفيق. عموما انا في رايي كان 3-3، كان في افريقيا نهائي افريقيا القاضي ممكن ما اكدبش. احلى ماتش اهلي وزمالك بالنسبه لي كان 4-4. احلى مباراه قمه شفتها اللي هو بتاع 2-0 لما كان ساعتها كان مالك وفونا كان في الاهلي، ده كان احلى مباراه اتفرجت عليها بصراحه. هو 6-1 ده ماتش تاريخي يعني، واحسن ماتش بالنسبه لي نهائي بطوله افريقيا، واخر فوز للزمالك اللي هو 3-1 ماتش اسامه فيصل. الماتش طبعا بتاع القضيه ممكن طبعا نهائي افريقيا احلى ماتش بالنسبه لنا 6-1. طبعا النتيجه مش تحصل تاني. 4-3 اجمل ماتش شفته اللي هو 6-1 طبعا الاهلي. 6-1 6 بيبو 6-1 نتيجه كبيره جدا، و اي حد حضرتك استمتع بالماتش ده لحد دلوقتي في الذاكره، وماتش ما حدش هنساه ما حدش هنساه اللي هو 6-1 في طاب ضرب فكر موسى الماضي على طول في النهايه. طيب شفنا رأي الناس في مباريات القمة، شفنا ذكريات الناس مع مباريات القمة، خلونا نتكلم فنيا بقى شوية عن فكر كل مدير فني ممكن يكون بيبدأ اللقاء ازاي، مين اللعيبة اللي هتكون مفيدة سواء للأهلي والزمالك مع واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك ونجم الاتحاد السكندري كابتن يوسف حمدي عبر اللايف. كابتن يوسف برحب بيك، صباح الفل عليك. صباح الخير يا يحيى، وحشني، وصباح الخير يا مرهان. صباح الخير على حضرتك كده ان شاء الله. منور الدنيا يا كابتن يوسف، نتكلم عن ساعات قليله بتفصلنا عن مباراه قمه، شايف ازاي هذا اللقاء في التوقيت ده بالنسبه للفريقين بعد جولتين اكيد تابعت فيها ماتشين اللي لعبهم كلا الفريقين، وشفت الورقه الرابحه عند كل فريق، وشفت اداره موسيماني طبعا وكارتيرون ده كمان من السيزن اللي فات، فرؤيتك بشكل عام كده قبل ما نتكلم بالتفاصيل عن اللقاء. يعني يمكن خليني اقول لك طبعا ان مهم جدا المباراه، يمكن جمالها طبعا في عوده جماهيرها، كمان يحيى ان هي في بدايه الدوري، دي كانت شيء مهم جدا. يمكن انت تلاحظ السنوات الاخيره كان دايما مباراه الاهلي بتكون في نهايه الدور الاول ونهايه الدور الثاني، فدي من ضمن الحاجات اللي هي هتزيد رونق وهتزيد جمال لمباريات النادي الزمالك والاهلي اللي هي القادمه. طبعا فنيا احنا يمكن شفنا نادي الزمالك بدايه من مباريات تذكر في افريقيا حتى مرورا بمباراة إنبي ثم بعد ذلك مباراة طلاء الجيش، تقريبا التشكيل شبه جاهز، بيختلف بعنصر أو اتنين هما اللي بيتغيروا، يمكن على عكس النادي الأهلي لو شفنا المباراتين اللي فاتوا هنتكلم بعد كده في الطريقة طبعا، لأنه هو لعب بطريقتين مختلفين، بدأ مباراة بثلاثة ورا في خط الظهر وأربعة ثلاثة، والمباراة الثانية لعب شوط بأربعة ثلاثة أربعة ثلاثة وأربعة اثنين ثلاثة واحد، فأعتقد إن الطرق يعني في الشوط الاولاني والشوط الثاني غيرها ل 4-2-3-1، فيمكن الطرق دي كلها غيرت من شكل المباراه اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي على عكس نادي الزمالك يعني. طيب كابتن يوسف، يعني عايز ابدا معاك وهبدا من نادي الزمالك، نادي الزمالك اللي مستقر بشكل كبير جدا سواء التشكيلات او حتى الشكل الخططي اللي بياخد بيه لقاءات كارتيرون سواء امام امبي او حتى امام طلائع الجيش في اول جولتين من عمر الدوري المصري الممتاز، شايف كارتيرون ايه الفكر اللي ممكن يتغير ليه في مباراه زي مباراه النادي الاهلي؟ وكمان عايز اسال على نقطه عمر السعيد ولا سيف الدين الجزيري، مين الاجهز او الانسب للمباراه القمه ان شاء الله؟ يعني طبعا خليني اقول لك طبعا ان كارتيرون في ميزه مهمه جدا يا يحيى، هي الاهم ان هو بيحترم دايما المنافسين ودايما بيقدرهم سواء على مستوى التشكيل او على مستوى التغييرات وكمان على مستوى تصريحاته، يعني مهما كان الفريق، يعني سواء الاهلي او الانديه الاسماعيلي اتحاد، دايما هو بيحترم المنافس وده شيء مهم جدا. يمكن انا زي ما بقول لك يمكن هو حته الاستقرار الفني ده مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك، يمكن دي زياده شويه عن النادي الاهلي. اعتقد ان التشكيل زي ما انت بتقول مش هيحصل فيه تغيرات كتيره خالص، يمكن الماتش اللي فات هو اضطر ان هو يلعب في طلائع الجيش، اضطر انه يلعب مصطفى فتحي على حساب يوسف اوباما، اعتقد ان يوسف اوباما ممكن يرجع للتشكيل الاساسي لان هو من المدربين اللي هم هواة اللي هم بيثبتوا التشكيل. فعلا المنافسه هتكون ما بين سيف الدين الجزيري وعمر السعيد، يمكن عمر الماتشين اللي فاتوا احرز هدفين معنويا مرتفعه قوي، صحيح حاله جيده، ممكن ده هو اللي يكون الاختلاف. دي هتبقى مرتبطه طبعا بالنسبه لمستر كارتيرون، لو هل هو محتاج لاعب بيتميز بالسرعات بيستلم في ظهر في خط الظهر،
بيستلم في ظهرهم دايما. اعتقد سيف هيكون هو اللي هيبدا، لو محتاج كور عرضيه من على الاطراف هيكون عمر السعيد. لكن انا بقول ان هو ممكن يرجع للتشكيل الاساسي اللي هو لعب بيه المباريات الفتره اللي فاتت كلها، وممكن يخلي عمر السعيد على دكه البدلاء. لكن هو فعلا زي ما انت بتقول كده، هو الاختلاف في الاثنين اللعيبه دول بالنسبه للتشكيل يعني. كابتن يوسف، من اهم الحاجات اللي لازم اي فريق بيصنف بالفريق الكبير يكون بيمتلكها هي الدكه اللي هي تكون ما تقلقش المدرب ولا تقلق الجماهير. انت في اي وقت لو في لاعب مش فايق هتبقى عندك حل واثنين وثلاثه. فتقييم حضرتك لدكه الفريقين، وبنتكلم كمان على اي ماتش احنا دلوقتي بنشوفه بنلاقي فيه اهداف وتسجيل، فانت بتتوقع المباراه بتاعت بكره هتكون بدايتها فيها يعني الشق الهجومي باين وباين ان الفريقين فاتحين الملعب، ولا بتتوقع ايه برضو للقاء على المستوى الفني في النقطه دي؟ يعني يمكن هي نقطه مهمه جدا يا مرهان، ويمكن نادي الزمالك طبعا هو نقول حته القيد دي اثرت عليه شويه بالنسبه للاعبين او على دكه البدلاء. معظم تغييرات مستر موسيماني الفتره الاخيره ودكه البدلاء بتاعته يمكن هي عددها اعلى شويه. حته كمان التغيير بالنسبه للخمس لاعبين مختلف تماما، يمكن اعتقد ان هي لو كانت ثلاث لاعبين بس كانت ممكن نادي الزمالك الدكه تتساوى مع نادي الاهلي في حته ان انت بتغير ثلاث لاعبين، انما موضوع خمسه ده بتبقى افضليه الدكه شويه للنادي الاهلي. لكن خليني اقول لك طبعا ان زي ما انت بتقولي الاهداف الفتره الاخيره بالنسبه للاهلي والزمالك في مباراتهم الاهداف الكثيره، طبعا الخط الامامي بالنسبه للفريقين قوي جدا، فعلشان كده هو ده اللي بيحسم المباريات. كمان اعتقد طبعا ان فيها اهداف، خاصه ان نادي الزمالك زي ما بقول لك بيملك في الخط الامامي سواء بن شرقي او زيزو او سيف او يوسف اوباما، معظمهم لعيبه هدافه بنفس الشكل بالنسبه للجنب الثاني، سواء حسين الشحات، قفشه، مكسوني، بسرتاو، احمد عبد القادر كمان لما بيلعب، محمد شريف لما بيرجع. فاعتقد ان اللعيبه دي كلها هجوميا وكمان بتعرف تلعب على الجون، اعتقد ان الخط الامامي هيكون له دور كبير جدا في مباراه بكره. كابتن يوسف، يمكن ذكرت في بدايه كلامك ان موسيماني غير طريقه لعبه اكتر من مره، من 3 4 3 ل 4 3 2 1 في الشوط الثاني، يمكن في المباراه الاولى امام الاسماعيلي برضو كان شكل مختلف. شايف انسب طريقه ممكن يخوض بيها لقاء بكره امام نادي الزمالك بيبقى عنده حذر شويه من الثلث الهجومي لنادي الزمالك فيبتدي يلعب ب 3 4 3، ولا هيرجع ثاني لطريقته المعتاده اللي شفناها في اخر في الشوط الثاني من مباراه طبعا البنك الاهلي اللي هي 4 3 2 1؟ ايه اللي انسب من وجهه نظرك؟ بص يا يحيى، يمكن انا اقول لك على حاجه قبل ما ارجع لموسيماني وكارتيرون. يمكن انت طبيعي ان اي مدير فني بيغير الطريقه بيغيرها في فتره بتكون طويله، وده اللي عمله مستر موسيماني، ان كان في فتره توقف او ما كانش في فتره مباريات بعد مباراه كاس مصر، فقدر يحفظ اللعيبه بتاعته الطريقه اللي هي 3 4 3 اللي هو لعب بيها مباراه افتتاح الدوري امام النادي الاسماعيلي. يمكن النتيجه الكبيره وحاله لاعبي النادي الاسماعيلي في المباراه ده في المباراه دي ساعدت نجاح الطريقه. يمكن هو لما بدا بيها قدام النادي البنك الاهلي وكابتن خالد جلال لاحظ وعرف امكانيات النادي الاهلي، قدر يقفل الخطوط على مسافات طويله قوي من المباراه، فاضطر مستر موسيماني ان هو يرجع للطريقه. فالمهم جدا كان مهم جدا ان هو يكون محفظ لاعبته 3 4 3، وبعد كده لما قلبناها ل 4 2 3 1 فلاعيبه النادي الاهلي العقليه بتاعتهم سمحت له ان هم يغيروا الشكل بسرعه ويغيروا الطريقه اثناء المباراه. اعتقد ان ده هيبقى صعب جدا في مباراه قدام فريق كبير زي نادي الزمالك انك تلعب بطريقتين اثناء المباراه. فانا شايف ان من وجهه نظري ان زي ما انت بتقول الخط الامامي النادي الزمالك يقل اي فريق، خاصه ان هم لعيبه بتملك المهاره والسرعه. كان في زيزو بن شرقي متوفره في بن شرقي وفي سيف الدين الجزيري. حته طريقه ان هي 3 4 3 دي ممكن استخدمها في بعض المباريات اللي الفرقه بتدافع فيها قدام النادي الاهلي علشان يقدر يمسح يفتح مساحات، وهنا بتبقى بطريقه هجوميه شويه لان الاطراف بتزيد فبيبقى العدد الهجومي لاعيبه كتير قوي. انما اعتقد ان هو ممكن يرجع، انا متوقع ان هو ممكن يرجع للطريقه بتاعه 4 2 3 1. ولو رجع لها يحيى هتلاحظ موضوع حاجه تانية كتيره، ان هو هيبدا يغير التشكيل كمان، لان في لعيبه بتتماشى مع الطريقه دي ولاعيبه تانية بتتماشى مع الطريقه اللي هي 4 2 3 1، فدي كمان هيبقى فيها عدم ثبات للتشكيل أكيد. بالنسبه للنادي الاهلي في ثلاث مباريات متتاليه. الجمل التكتيكيه طبعا اللي احنا بنكون مستنيينها نشوفها
من المدربين كابتن يوسف، طبعا بتكون حاجة مهمة جدا، ولكن كمان لو هنتكلم عن شق الإمكانيات الفردية والحلول الفردية اللي ممكن كل فريق يكون بيمتلكها من نجوم بقى بيعرفوا يصوبوا من بعيد، عندهم مهارات يقدروا يخترقوا خطوط الدفاع للفريق المنافس، شايف مين ممكن يكون بيتفوق في النقطة دي عن الفريق التاني؟ يعني هو جميل جميل جدا امرهان، انا كمان يعني مرتبط بسؤالك ده، هو زي ما بقول لك ان مستر كارتيرون دلوقتي في حيره مختلف عن مستر موسوماني، ان مستر كارتيرون دلوقتي بيتكلم الاسبوع اللي فات ده لغايه مباراه بكره مع لعيبته على طريقتين، لو احنا النادي الاهلي لعب بالطريقه اللي هي المعتاده اللي هي 4-2-3-1 هنلعب ازاي، وفي نفس الشكل بالنسبه ل 3-4-3 هيبقى طبعا الاوضاع مختلفه. دي اللعيبه الخط الامامي بالذات بالنسبه للفريقين او بالنسبه لفريق نادي الزمالك كاوراق رابحه زي ما انت بتقولي، خلينا نقول ان شكلهم ومنظرهم في الملعب هيختلف على حسب الطريقه اللي هم يلعبوا بيها النادي الاهلي. بالنسبه طبعا بن شرقي ماشي بشكل كويس، زيزو ماشي دلوقتي بحاله رائعه جدا، يمكن هو الورقه الرابحه فعلا حاليا في الفتره الاخيره بالنسبه لنادي الزمالك، حته سرعتهم ان هم بيستغلوها، وده مستر كارتيرون خلي بالك في مباراه الاهلي الاخيره يا يحيى معظم الوقت كان بيستخدم الاطراف في ظهر علي معلول او هاني لما كان بيلعب، واعتقد ان هو هيحاول يستغل السرعات دي، علشان كده انا بقول ممكن سيف الجزيري يكون ليه الاولويه شويه لو حب يعتمد على السرعات. طبعا مستر موسيماني عنده اوراق رابحه كتيره جدا في الخط الامامي ترجح كفه اي حد، يمكن كمان حته الاستقرار بالنسبه لخط وسط الملعب يمكن دي برضو انا شايف ان هي ممكن نادي الزمالك يعاني منها شويه، ان انت عندك بس طارق حامد وامام عاشور هم اللي بيلعبوا الفتره الاخيره، هما الاجهز باستمرار على عكس زيزو مثلا بيشارك على فترات، رؤى بيشارك على فترات، ساعات بينزل يوسف اوباما مثلا او زيزو جنب طارق حامد، غير النادي الاهلي الثلاثه الديفندر اللي في وسط الملعب اي اثنين هيلعبوا منهم فهما جاهزين، سواء عمرو استرالا او ديانج او حمدي فتحي اجهز بالنسبه لوسط الملعب او الناس اللي هي بتلعب على الدايره بالنسبه للنادي الاهلي عن نادي الزمالك شويه. يعني نتمنى في الاخر يا كابتن يوسف ان احنا نشاهد مباراه ممتعه ما بين الاهلي وما بين الزمالك، الاثنين بيمتلكوا سكواد عالي جدا سواء النادي الاهلي او سواء نادي الزمالك، نتمنى مشاهده ليه باسم ناديين. بشكرك ودايما بستمتع بوجودك معايا كابتن يوسف ودايما مطلق. شكرا يا يحيى، وزي ما انت بتقول كده طبعا مهم ان هي تليق بفريقين كبار، خاصة كمان ان انت بعد المباراة على طول هيحصل عملية تجمع لمنتخب مصر اكيد عشان تصفيات كأس العالم، فنتمنى ان شاء الله المباراة تخرج تليق بيهم علشان كمان التجمع لمنتخب مصر يكون مفيد للكرة المصرية. شكرا ان شاء الله. بشكرك كابتن، بشكرك شكرا جزيلا، نورت الدنيا كابتن يوسف حمدي واحد من نجوم نادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري السابقين، وطبعا بتكون رؤيه فنيه خاصه جدا من قبل النجوم اللي لبسوا تيشيرتس الفريق سواء اهلي او زمالك قبل كده، وبتكون قيمه المباراه احنا كلنا بنتكلم عليها كده واحنا قاعدين مستريحين، بس هم عاشوا الاجواء بتاعتها وعرفوا الضغوط بتاعتها وسجلوا فيها وخسروا فيها، فهم عندهم كمان يعني تفاصيل كتيره جدا ممكن تكون غايبه عن اي جمهور عادي. خلونا برضو نروح نشوف رأي واحد من نجوم نادي الأهلي السابقين الكابتن عبد الله فاروق اللي كان طبعا ليه أكيد دور في مباريات القمة ورؤيته لهذا اللقاء الهام. الفوز النادي الأهلي إن شاء الله لو ما ادي بالشكل اللي هو ادى بيه ماتش الاسماعيلي وعمل المفاجآت بتاعته. لا هو الماتشات الاهلي والزمالك دي ما لهاش حسابات، الماتش ده لو خلص 1-0 او 2-0 بالكتير ما اعتقدش ان هو هيزيد عن كده او 2-1 ما يخرجش تعادل، لا التعادل ما اعتقدش ان هو يخرج تعادل، هيبقى فيه اهداف للنادي الاهلي وممكن اهداف للزمالك كمان. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معانا.
لسه بنتابع معاكم ابرز الاحداث الرياضيه في الساعات اللي فاتت من خلال صباح اون تايم. واكيد طبعا يعني في بدايه حديثنا النهارده اتكلمنا كتير عن الاخبار المحليه وطبعا مباراه القمه المرتقبه والماتشات كمان اللي احنا هنكون بنتابعها النهارده في انطلاقه الجوله الثالثه من الدوري المصري الممتاز. ولكن كمان صعب ان احنا نكون بنبعد عن ابرز النتائج والماتشات والمتعه الكرويه بقى والبطوله الاغلى على مستوى العالم دوري ابطال اوروبا. طبعا اكيد الناس كلها كانت بتتفرج وبتتابع، يمكن كان في ماتشات كتير امبارح، ولكن اهمها كان ليفربول واتلتيكو مدريد، المباراه اللي كانت الناس كلها مستنيه عشان نجمنا المصري محمد صلاح. ولكن خلونا نستعرض كده مع حضراتكم نتائج ماتشات امبارح من دوري ابطال اوروبا. كانت بدأ بميلان وبورتو، انتهت بالتعادل 1-1. ريال مدريد مع شختار 2-1، ومانشستر سيتي بيكسب امبارح 4-1 كلوب بروج. لايبزيج بيتعادل مع باريس سان جيرمان. سبورتنج بيكسب بشكتاش 4. بروسيا دورتموند بيخسر امام اياكس امستردام 3-1. ليفربول بيحقق فوز مهم على اتلتيكو مدريد 2-0. وشرف ترايسبول بيخسر امام انتر ميلان 3-1. دي كانت نتائج يوم الاربعاء من دوري ابطال اوروبا والتشامبيونز ليج. طبعا هو بيكون يعني نتكلم عن ماتشات اللي بتجمع الناس، والناس بتفضل قاعده كده تتفرج على الماتشات بتاعه دوري ابطال اوروبا يعني بكل تاكيد. وخلونا برضو علشان نكون بنقرب اكتر من الصورة التحليلية للماتشات الخاصة بدوري أبطال أوروبا، نروح للصحفي والمحلل لكرة القدم العالمية محمد عبد الوهاب. صباح الخير عليك. صباح الخير يا مريهان، وصباح الخير يا يحيى. صباح الفل عليك. واكيد يعني تابعت ماتشات كتير امبارح، ولكن هبتدي باهم الماتشات بالنسبه لنا احنا كمصريين، هو ماتش ليفربول مع اتلتيكو مدريد. شفت الماتش امبارح ازاي؟ ويمكن طرد في وقته بدري لاتلتيكو مدريد امبارح. مش شايف ان يورجن كلوب معرفش يستغل الطرد والنقص العددي عند لعيبه اتلتيكو مدريد امبارح؟ الحقيقه يا يحيى ان ليفربول وصل لمرحله من القوة والتركيز في الملعب، بقى فرقة صعب جدا ان اي نادي في العالم دلوقتي ان هو يقدر يوقفه، لان هو عنده كل مزايا الفريق الصلب، الفريق اللي بيلعب كرة حديثة. طبعا يعني لازال بس عندهم شوية مشاكل في التركيز بعد التقدم في النتيجة، في التركيز الدفاعي وزيادة غلة الأهداف، وإن هم يحولوا الفرص اللي بتتاح للعبته ومهاجمينه لأهداف. شفنا الكلام ده في ماتش برايتون، اتكرر امبارح في ماتش أتلتيكو حتى. صحيح. بعد الطرد من وجهة نظري كان طرد يعني ممكن يكون قاسي شوية على أتلتيكو مدريد، لكن توقعنا أن ليفربول بعد الطرد أن هو يزود من غلة الأهداف، لكن كان في لعب تجاري من ليفربول، خصوصا كمان بعد إصابة فيرمينو اللي نزل كبديل بدل من ساديو ماني رجع تاني وإن هو طلع. فحسيت إن يورجن كلوب خد اللي هو عايزه من المباراة، إن أتلتيكو مدريد صعب جدا إن هو يرجع، فبالتالي إن الأداء من ليفربول كان تجاري عشان يتحضروا لمباراة ويست هام في الجولة الجاية في الدوري الإنجليزي. طبعا ويست هام رابع الدوري وعامل موسم كبير جدا، ويعتبر دلوقتي ممكن يكون مباراة قمة بالنسبة لليفربول قبل توقف الدوري. فليفربول وصلوا لمرحلة من التوحش، ان هم فرقة صعب جدا ايقافها، عندها مفاتيح لعب كتير قوي سواء بالنسبة للأظهرة ارنولد وروبرتسون، طبعا الثلاثي الهجومي، وحتى كمان نص الملعب شفنا امبارح فابينيو وهو بيصنع الفرص وبيتقدم لقدام، فالفرقة تعتبر شبه كاملة، هو بس التركيز بعد التقدم في النتيجة وخسارة النقط بسبب رجوع الفرق اللي قدام ليفربول في النتيجة، سواء بالنسبة لبرايتون في الدوري الإنجليزي أو أتلتيكو مدريد لما حاول تأخره من 2-0 ل 2-2 في المباراة الأولى قبل ما ليفربول يرجع ويكسب المباراة. طيب محمد، خلينا برضو نسألك، وكلنا طبعا بنتابع ماتشات ليفربول يعني عن قرب جدا جدا، ولكن تحليليا ايه اللي اختلف في فريق ليفربول من السيزون اللي فات للسيزون ده على مستوى الاداء؟ التشكيل المفروض ان فان دايك ممكن يكون ابرز الوافدين، او هو اللي ممكن يكون ما كانش موجود السيزون اللي فات، ولكن ايه اللي اتغير في الاداء حتى لو كاشخاص ما اتغيروش او كلاعبين؟ بص يا مريان، هو الحقيقه ان فان دايك، رجوع فان دايك لوحده هو كافي للرد على سؤالك، لان فان دايك هو بس مش مدافع كبير جدا، ويعتبر من افضل مدافعين العالم في الجانب، والكوره مش مع ليفربول، لا هو كمان بيفرق جدا في بناء الهجمه بتاع ليفربول.
بيفرق جدا في ضبط خط التسلل، وده بالمقارنه مع ماجواير. لما نيجي نتكلم على مانشستر يونايتد في الهدف الثاني بتاع اتلانتا، ازاي ماجواير اللي هو يعتبر اغلى مدافع في العالم هو اللي كان سبب في ان زاباتا ما يبقاش في مصادة التسلل. فرجوع فان دايك رجع لليفربول ثلاث حاجات ما كانوش موجودين معاهم مع غياب فان دايك الموسم اللي فات. اول حاجه والكوره مش مع ليفربول في الحالات الدفاعيه، سواء الالتحامات سواء كور الراس. تاني حاجه في بناء الهجمه بالنسبه لليفربول، وان هو بيبتدي من وقت متاخر جدا في الملعب، فبالتالي بينفذ فكره الضغط العالي لليفربول. وثالث حاجه ان هو بيظبط مصيدات التسلل، لان اي فرق بتلعب ليفربول بتركز جدا ان هي تلعب كور طوليه في ظهر الاظهره سواء روبرتسون او ارنولد. فهو مع ضبط مصيدات التسلل اللي بيعملها فان دايك وبيقود خط دفاع ليفربول فيها، فالموضوع ده قل جدا التاثير بتاعه على ليفربول في الجانب الدفاعي في السنه دي. فهو رجوع فان دايك هو اساس كل شيء من وجهه نظري. طبعا نص ملعب ليفربول خصوصا كمان بدايه الموسم بالنسبه لليفربول، لما شفنا اليوت كان اضافه كبيره جدا لخط نص ليفربول، لكن للاسف اصاب اصابه طويله. شفنا ان في فرق شويه بالنسبه لليفربول الموسم ده، لكن موضوع فان دايك ده هو الاساس من وجهه نظري. مفيش حاجه اتغيرت غير ان محمد صلاح مركز اكتر في جماعيه شفناها ما بين محمد صلاح وماني ما كانش موجوده الموسم اللي فات. هي دي الملاحظات اللي انا شفتها بالنسبه لليفربول السنه دي عن السنين اللي فاتت. محمد تتفق معايا ان ليفربول ما عندوش حلول على دكه البدلاء بحجم وقيمه نادي بحجم ليفربول؟ ان انت بتتكلم يعني هو امبارح بيبدا بمحمد صلاح وجوتا وساديو ماني، فيرمينيو نزل اتصاب ما عندوش، اوريجي بعيد حتى لما نزل شارك وقت قليل جدا ولكن بعيد برضو، ما عندوش دكه بدلاء بحجم النادي. اعتقد محتاج يعني صفقات وتدعيمات كتيره يورجن كلوب في واحد. بص يا اخي كلامك صح 100%، بس في نفس الوقت خلينا نبص على الناحيه الثانيه. ان ليفربول لو جاب اسامي كبيره تنافس الاسامي اللي موجوده دلوقتي في التشكيله الاساسيه بالنسبه لليفربول ممكن يخلق له مشاكل. استقرار هيبوظ لان اللعيبه نعم يا مهان الاستقرار هيتاثر. الاستقرار بالظبط. ان ال 11 الاساسيين بالنسبه لليفربول ما عدا بس المركز ممكن بتاع فيرمينو مع دييجو جوتا، بنلاقي ان ال 11 بيبقوا اون فورم بشكل كبير جدا. هيبقى صعب بالنسبه ليورجن كلوب لو جاب نجم يلعب او ينافس اي واحد من ال 11 الاساسيين في التشكيله ان هو يلعب، وبالتالي ممكن يكون هيعمل مشاكل كبيره. ده رقم واحد. رقم اثنين ان ليفربول من الفرق اللي ماشيه بشكل اقتصادي متوازن جدا، مش من الفرق اللي بتصرف كتير في سوق الانتقالات. فرق عندها او نادي عامه عنده يعني تطلعات اقتصاديه معينه بيحقق توازن معين. ففي الجانب المادي كمان ليفربول ما عندوش القدره ان هو ينافس انديه حواليه في الدوري الانجليزي او في العالم كله في شراء لعيبه من المستوى الاول، زي ما طبعا في الدوري الانجليزي زي ما بنشوف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وزي ما بنشوف باريس سان جيرمان بره الدوري الانجليزي. فانا من وجهه نظري انا فاهم جدا يورجن كلوب بيفكر ازاي. بيفكر ان هو يبقى عنده 11 اساسيين يقوي الدكه على قد ما يقدر، بس في نفس الوقت ما يقدرش يجيب لعيبه من الصف الاول تنافس اللعيبه الاساسيه بتاعته عشان ما يخلقش جو من التنافس اللي ممكن يكون مضر بالنسبه لمسيره الفريق خلال الموسم. طيب خلينا بعيدا عن ليفربول كنا بنتابع طبعا ماتشات، وخلينا اسالك سريعا عن ريال مدريد وكريم بنزيما اللي هو ممكن لما بيكون في افضل حالاته الفريق بيكون بشكل نسبي يعني كويس. فكلمنا برضو عن بداية سيئة ممكن ما تكونش هي الأفضل يعني في ظهور ريال مدريد، وبرضو لو على بي اس جي اللي تعادل هو الآخر، فبنتكلم إيه اللي بينقص بي اس جي بالكم الرهيب ده من النجوم، ولكن برضو ما تحسش أنه موجود في دوري الأبطال، وأن أنت تحس كجماهير أن أنتم مطمنين أنتم معكم كل النجوم دول، فأنتم أكيد هتكونوا قادرين تحصدوا لقب. طيب خلينا نقسم الموضوع. بالنسبه لريال مدريد كريم بنزيما، ومعاه طبعا مش عايزين ننسى فينيسيوس جونيور اللي عامل موسم عظيم لغايه دلوقتي، ومشارك يعني في 7 اهداف مع ريال مدريد، احرز 7 اهداف ومشارك في صناعه كذا هدف تاني. بنزيما وفينيسيوس جونيور على قد التالق الكبير ده، بس هم مداريين عيوب كتير موجوده في تشكيل ريال مدريد.
يعني شفنا امبارح مباراه ريال مدريد وشختار، شفنا ان شختار كان قريب جدا من هو يعادل النتيجه مره ثانيه بعد ما كان عادلها اول مره وريال مدريد متقدم 1-0. فبالتالي ريال مدريد عنده مشاكل كبيره في خط دفاعه، في ثنائي خط الدفاع. ميليتاو موجود بيلعب ساعات ألابا جنب ميليتاو، لكن مش دول خط الدفاع بالنسبة لريال مدريد اللي يقدر يكمل بيه موسم وينافس بيه على كل البطولات. كمان ريال مدريد عنده مشكلة كبيرة جدا في الظهير الأيمن. كارباخال يعني بيلعب ماتش ويغيب 10 ماتشات عشان الإصابة، بيلعب ساعات باسكس في الجانب ده، لكن مش محقق التوازن ومش محقق الثبات في تشكيلة ريال مدريد الدفاعية. وفي نفس الوقت كمان خط النص طبعا مودريتش وكروس يعني الاثنين كبروا جدا في السن، وفالفيردي وكامافينجا لسه مش هيقدروا يشيلوا خط نص ريال مدريد. لكن في الجانب الهجومي ريال مدريد يعني الموضوع ممكن متعوض شوية، لكن مش هيفضل مستمر خلال الموسم ان هو يقدر ريال مدريد ان هو ينافس على كل البطولات سواء الدوري الاسباني او دوري ابطال اوروبا. يمكن الدوري الاسباني ما فيش منافسة شوية، ممكن يلاقي منافسة من اتلتيكو مدريد من بعيد، ممكن يلاقي سيفيا المتألق السنة دي، طبعا برشلونة بعيد عن الصورة، لكن الموضوع ممكن ما يبقاش دائم بالنسبة لريال مدريد، وممكن نلاقي في خلال نص الموسم ان في نتائج سلبيه كتير لريال مدريد. ده بالنسبه لريال مدريد. بالنسبه لباريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان بيعاني من مشكله غريبه جدا، ان باريس سان جيرمان ممكن يكون بيجيب لعيبه بس ما بيجيبش مدرب. بيجيب مدرب جامد جدا بس معهوش اللعيبه اللي من الصف الاول او اللعيبه الورد كلاس ان هو يحققوا بيه حاجه. مشكله باريس سان جيرمان ان هو عنده تشتت كبير قوي في المشروع بتاعه. هو ما بيجيبش مدير فني يمشي بمشروع بستايل لعيبه معين، هو بيجيب مدير فني يعني المفروض ان هو مطلوب منه ان هو يحقق اهداف ما بيحققهاش بيمشي، وبعدها بيبتدي من اول وجديد يلاقي فرصه في الترانسفير ماركت او في سوق الانتقالات زي الفرصه بتاعت ميسي فبيشتري ميسي. فهو ما عندوش مدير رياضي، يعني ليوناردو طبعا هو المدير الرياضي بالنسبه لباريس سان جيرمان، بس تحسي بالنسبه لباريس سان جيرمان ما عندهمش رؤيه على المدى الطويل. هم بيجيبوا مدرب، يعني جابوا انشيلوتي، جابوا امري، جابوا توخيل، وما جابوش اللعيبه اللي طالبينها المدربين دي. هم بيجيبوا اللعيبه وبعد كده بيجيبوا المدرب. وفكره كمان ثانيه محمد، يمكن فكره النجوم الكتيره اللي موجوده في باريس سان جيرمان نفس الفكره اللي كنت بتتكلم فيها في ليفربول، ولكن في الاخر نتمنى ان باريس سان جيرمان يكون على قد او على قدر النجوم. بنشكرك شكرا جزيلا محللنا الرياضي محمد عبد الوهاب، شرفتنا ونورتنا، بشكرك شكرا جزيلا. ونشكرك اكيد جدا. وخلونا كده سريعا نروح ونتابع اهم ابرز الاخبار في السوشيال ميديا. نبدأ جولتنا على السوشيال ميديا من الفوز اللي حصل امبارح من ريال مدريد اللي حققه على نادي شختار 2-1 بهدفين سجلهم كريم بنزيما نجم الريال. والفوز على شختار شهد كتير من الأرقام المهمة، مش بس البنزيما اللي قدر يوصل للرقم 75 في دوري الأبطال ويكون رابع أكتر لاعب سجل في تاريخ دوري الأبطال بعد رونالدو 139 هدف، وبعده ميسي 123 هدف، وليفاندوفسكي 81 هدف. كريم بنزيما كمان قدر ان هو يكون بيسجل رقم مميز في تاريخ ريال مدريد، وهو تسجيل الهدف رقم 1000 لريال مدريد في تاريخ دوري الابطال. وعلى ذكر الاهداف، كان جوتي سجل الهدف رقم 500، وبيكهام الهدف رقم 600، ورونالدو سجل الهدف رقم 800 والهدف رقم 900، واخيرا بياتي بنزيما ليسجل الهدف رقم 1000. طبعا ارقام لكريم بنزيما، واحد من اللعيبه المؤثرين زي ما انت كنت بتتكلمي مرهان مع ريال مدريد في الموسم اللي فات او حتى في بدايه الموسم ده. طيب بعيدا عن دوري ابطال اوروبا، بعيدا عن مدريد وباريس سان جيرمان، خلينا نرجع مره ثانيه لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك واللي هتتلعب بكره ان شاء الله. وبدا الجماهير كده تتكلم عن المباراه، وكل ما بتقرب الجماهير بتبدا تقول بقى توقعاتها، رايها ايه في اللقاء، ممكن يكون ماشي عامل ازاي. خلونا نبتدي مع هشام اللي كتب: يا جدعان ماتش يوم الجمعه بين الاهلي والزمالك ماتش عادي جدا ومش بطوله يعني هتحسم، عشان كده عايزين تشجيع عادي جدا في الاسبوع الثالث من عمر الدوري المصري الممتاز. طيب خلونا برضو نروح لعبد الله، واللي وجه نصيحه للاعبين والجماهير وكتب: اتمنى من انديه الاهلي والزمالك ومشجعينهم يكونوا على مستوى راقي ومحترم ويركزوا على اللعب، واللاعبين ما يركزوش مع المشجعين ويركزوا في لعبهم وبس، ويقدموا لينا مباراه تمتعنا
بنتمنى ده، وكمان يقدموا لينا مباراة متعنا، نريد مباراة شيقة بالأداء والمهارات والتكتيك والتشجيع والتعليق والتصوير. هو ده اللي كنا بنتكلم فيه يا مريان، ويمكن فكره التعصب يعني زي ما كان كاتب هشام ان هو مش عايز يكون في تعصب وهو ماتش عادي بثلاث نقاط في الدوري الممتاز، فاعتقد ان ده موضوع هيكون من غير يعني شحنات على السوشيال ميديا. طيب لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا، دلوقتي وقتنا مع فقره الميركاتو. طيب فقرة الميركاتو هي فقرة عن بورصة اللاعبين في كل فريق، يعني بنشوف اللعيبة اللي موجودة في الأهلي، اللعيبة اللي موجودة في الزمالك. خلونا نبتدي مع لعيبة النادي الأهلي ونقول لكم كده أرقام لعيبة النادي الأهلي. يعني ده التشكيل يعتبر الأغلى في مباريات القمة ما بين الأهلي والزمالك. محمد الشناوي ب 2.5 مليون يورو، خط الدفاع علي معلول ب 1.400 مليون يورو، محمود حمدي الونش بمليون يورو 50، محمود علاء نفس الرقم، محمد هاني بمليون يورو. أما خط الوسط أليو ديانج ب 2 مليون يورو، عمرو السولية ب 1.50 يورو، محمد مجدي أفشة ب 2.20 مليون يورو، خط الهجوم أشرف بن شرقي بنتكلم كده عن نادي الزمالك ب 2.20 مليون يورو، بيرسي تاو ب 3 مليون يورو، أحمد سيد زيزو ب 1.20 مليون يورو. طبعا يعني دي حسب يعني موقع ترانسفير ماركت التشكيله الاغلى في مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك، كنا حابين نقولها لحضراتكم كده قبل لقاء القمه. مشاهدينا نطلع الفاصل، لسه مكملين بعد الفاصل، خليكم معانا. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم، ودلوقتي ميعادنا مع فقره اللعبه. سؤالنا النهارده كان ليكم، مين هو اكتر لاعب شارك في مباريات القمه على مدار بقى تاريخ ماتشات قمه كتيره جدا، واكيد في اجيال مختلفه كانت بتشارك فيها، فخلونا كده ناخد بعض الاجابات، ممكن بقى ناس قالتها صح وناس قالتها غلط، واكيد هنقول لكم مين هو اللاعب الاكثر تسجيلا. علي الشناوي كاتب، وليد سليمان، محمد بيقول متعب، شاكر كتب، حسام عاشور برصيد 32 مباراة وأول مباراة ليه كانت في 2003. طيب الإجابة الصحيحة هي الكابتن حسام عاشور لاعب النادي الأهلي، رغم أنه هو أقل سنا من ناس كتير جدا يعني لعبوا بعديه، هو لعب 38 مباراة، وكمان هو يعني بنتكلم انه رقم كبير، ولكن برضه من نادي الزمالك فيه لاعبين ليهم رقم كبير. يمكن بيجي بعد حسام عاشور كابتن عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك طبعا السابق، كان لعب 27 مباراه، ودايما كده يعني هو دي اللعبه دايما بنقولها لحضراتكم عشان تتفاعلوا معانا. طيب عندنا كمان فقره الكوتش، فقره تفاعليه مع الجماهير على السوشيال ميديا، بيتم اختيار مباراه وحضراتكم بتقوموا بتحليلها. طبعا النهارده هي مباراه قمه اللي قلنا ان شاء الله تبعتوا لنا كده ماتش الزمالك والاهلي، وممكن كل واحد يكون بيفكر ازاي النهارده، موسيماني وكارتيرون، حط نفسك مكان الاثنين مديرين فنيين، سواء بتشجع الاهلي بتشجع الزمالك، وتبعتوا لنا دقيقه. خلينا نروح نشوف الناس قالت ايه ونرجع لحضراتكم تاني. اتمنى ان موسيماني ما يعملش اي مفاجآت في التشكيل ويبدا بطريقته العاديه اللي هي 4-3-3، وانه يعتمد على التشكيل الاساسي وما يعملش اي مفاجآت في اللعيبه. اتمنى ان هو يلعب محمد الشناوي لو جاهز، لو في حاله جاهزيته ان شاء الله هو اللي يبدا، يلعب قدامه اربعه مدافعين، علي معلول وبدر بنون وايمن اشرف واكرم توفيق. اكرم توفيق بيقدم مستوى كويس جدا، يلعب قدامه بحمد فتحي واليو ديانج وعمرو السوليه اللي لعبوا قدام ماتش الاسماعيلي،
بس في الهجوم هيلعب بيرسي تاو وقفشه وقدامهم محمد شريف. محمد شريف بصراحه اثبت لنا ان هو ما ينفعش يقعد دكه في اي ماتش ايا كان صغير او كبير. واحده من اهم النقط اللي بتادي لتفوق فريق على حساب فريق تاني خصوصا في ماتش مهم زي ماتش القمه هو مفاجاه الخصم. لو انا مكان موسيماني هعتمد على حاجتين، الشق الدفاعي هحافظ على الصلابه والقوه اللي اداها وجود حمدي فتحي في مركز الليبرو، وفي نفس الوقت الشق الهجومي هلعب باثنين مهاجمين محمد شريف وبيرسي تاو ورا منهم مثلث مقلوب مجدي قفشه. تواجد اثنين مهاجمين في المنطقه دي هيدي شويه نقط قوه للاهلي، لو قدروا يستغلوها اعتقد المكسب هيكون من نصيبه. اول حاجه تواجد اثنين مهاجمين في المنطقه دي هيضمن دايما ان محمود علاء والوينش موجودين في المنطقه دي حوالين منطقه الجزاء، مش قادرين يقدموا المسانده او الدعم لمنطقه النص. دي اول جزئيه. الحاجه الثانيه هي دايما هيفضل في فجوه كبيره جدا ما بين خط الدفاع وخط نص نادي الزمالك طارق حامد وامام عاشور. المسافه اللي في النص دي هي منطقه اجاده مجدي قفشه، المكان اللي بيحب يلعب فيه مجدي قفشه. ولو خط النص فكر ان هو يلغي الميزه دي لمجدي قفشه ويقرب شويه المسافه على خط الدفاع ده هيكون معناه ان خط النص فضي لديانج والسولاي. ناحيه مهمه جدا ناحيه الشمال، واحده من اهم نقط القوه اللي عند علي معلول الانطلاق من الخلف للامام. الخطه دي هتخلي دايما علي معلول لوحده على الخط، مفيش قدامه وينج بيقفل له المساحات، زائد انها هتحافظ طبعا على ان عندي على الدكه بديل في كل مركز، حسام حسن مهاجم صريح وينجات ميكسوني وكهربا او احمد عبد القادر او حتى الاعتماد على عبد القادر مكان قفش. اتوقع ان الزمالك هيبدا في حراسه المرمى هيبقى موجود ابو جبل، خط الدفاع هيبقى عباره عن الونش ومحمود علاء، اليمين حمزة المسلوثي، الشمال هيبقى أحمد أبو الفتوح، خط الوسط الارتكاز هيبقى طارق حامد وإمام عاشور وقدامهم أوباما في حال جاهزيته، يعني ما كانش موجود ممكن يبقى مصطفى فتحي. على اليمين هيبقى موجود زيزو، أشرف بن شرقي، عمر السعيد. تشكيلة الزمالك من وجهة نظر باتريس كارتريون يكون حارس المرمى ابو جبل وامامه محمود علاء والونش وباك يمين حمدي المسلوسي وباك شمال ابو الفتوح واثنين ديفندر طارق حامد وامام عاشور، وفي حاله شفاء اوباما سيكون هو لاعب رقم 10 ويمينه زيزو وشماله بن شرقي ومهاجم صريح عمر السعيد. وعلى الجانب الاخر النادي الاهلي بقياده موسيماني هيكون حارس مرمى محمد الشناوي في حاله اكتمال شفائه وامامه بدر بنون وايمن اشرف وباك يمين اكرم توفيق وباك شمال علي معلول وثلاثه ديفندر حمدي فتحي وعمرو السوليه وإلي ديانج، وامامهم ثلاث لاعبين محمد مجدي قفشه وبيرسي تاو وحسين الشحات بديلا لميكيسوني اللي ظهر الماتش اللي فات كانش كويس جدا خالص، وما نزل حسين الشحات غير الماتش جدا للنادي الاهلي في الجبهه اليمين مع اكرم توفيق، ودي اسفرت عن احراز الاهلي هدف في البنك الاهلي عن طريق عمرو السوليه ومحمد شريف لما احرزوا اول ما نزل، وكانت النتيجه 1-0، وظهرت عيوب جدا 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 في خطه 3-4-3 اللي لعب بها موسيماني اللي عدلها الشوط الثاني ولعب 4-2-3-1 واسفرت عن هدف نادي الاهلي وفوز. طبعا عندنا في مصر الحب للكوره كبير جدا وعظيم جدا، فبالتالي الناس كلها بتكون حابه تتكلم في مباريات زي مباريات القمه وتحللها وتتوقع، ده غير بقى بعد الماتش عندك كم محلل يعني فكره ان هو المحللين بعد الماتش بقى كله هيحلل هو بعد الماتش كتير بيحلل وقبل الماتش على فكره وفي بين الشوطين يعني هو كل حاجه حقيقه. طيب خلينا نروح لفقرتنا اللي بتكون معانا مع واحد اكيد من اصحاب الخبرات الكبيره جدا، استاذنا العظيم استاذ حسن المستكاوي، وحديث عن مباراه الاهلي والزمالك، ونرجع لحضراتكم مره تانية.
يوم الجمعة 17 نوفمبر سنة 1922 كتبت جريدة الأهرام ما يلي: تبارى النادي المختلط الذي يقود فرقته حسين بك حجازي مع النادي الأهلي الذي يقود فرقته رياض شوقي أفندي بين جمهور عظيم من مشجعي الطرفين بأرض الجزيرة، ويعز علينا أن نبخل عن أفراد الفرقتين بالثناء والشكر نقطة. ثم أعرب المحرر الرياضي لجريدة الأهرام عن سعادته وسعادة سائر المتفرجين بأنه كتب أن تكون نتيجة المباراة تساوي الفرقين دون أن يصيب أحدهما مرمى أخير. أهلا بحضراتكم. الأهلي والزمالك هو ديربي الشرق الأوسط، هو أهم دربيات المنطقة والإقليم، لكن سؤال قديم قوي: ليه الأهلي والزمالك؟ يعني ليه مش الأهلي والاتحاد، الأهلي والمصري، الزمالك والترسانة وهكذا؟ يعني ليه الأهلي والزمالك؟ ليه الديربي ده اتصنع ما بين هذين الفريقين؟ أول 40 سنة من عمر الأهلي والزمالك كان الفريقين في منافسة شديدة للغاية، يعني لو لعبوا في كاس مصر مثلا في الفترة دي، في فترة العشرينات وما بعدها حتى الثلاثينات 15 مباراة، هتلاقي الأهلي كسب 6 والزمالك كسب 6 والفريقين اتعادلوا في 3 مباريات. عشان يعني احنا لما بنشوف رصيد الأهلي من البطولات ورصيد الزمالك من البطولات هنلاقي في فرق، انما هذا الديربي من الدربيات الفريدة في الكوكب كرة القدم اللي بدأ بقوة المنافسة بين الفريقين. يعني ما كانش فيه أسباب، طبعا حضراتكم عارفين ان الدربيات في العالم كله في عالم كرة القدم بتبقى لأسباب سياسية، أسباب دينية، أسباب عقيدية، أسباب طبقية، وعندنا أمثلة كتيرة جدا في كل البلاد. إنما في دربيات بتصنعها قوة المنافسة، بتصنعها الدراما اللي هي الخصومة ما بين التين ما بين طرفين على نفس القدر من القوة. كل ما الدراما تبقى فيها هذا الصراع تبقى الكرة أو اللعبة أو الفيلم بيبقى حلو وجميل. الأهلي والزمالك مع أول 40 سنة من عمرهم كانوا بيتبادلوا البطولات والانتصارات. الحقيقة في أسباب تانية طبعا عملت الخصومة أو الصراع أو الديربي اللي بين الأهلي والزمالك، من ضمنها طبعا حسين حجازي. حسين حجازي لعب في الأهلي، حسين حجازي طبعا كان هو رائد الكرة في مصر وواحد من أهم لاعبي الكرة في تاريخ الكرة المصرية، وكان لعب في سكة الحديد ثم راح الأهلي، ومن الأهلي راح الزمالك، ومن الزمالك تاني رجع الأهلي، وبالمناسبة في المرة اللي رجع فيها من الزمالك للأهلي عشان ما كانش فيه في الزمالك لا بريدج ولا بلياردو. ولما توقف حسين حجازي من الأهلي سنة 28 عشان دخل أوضة اللبس وما استلمش الميدالية بتاعت المركز الثاني من كاس مصر في حضور مندوب الملك، النادي الاهلي وقفه 3 شهور فقرر يرجع تاني لنادي الزمالك. وبالمناسبه عشان تعرفوا بس يعني قيمه حسين حجازي، الفتره من 1014 الى يعني 1917 كان الفرقه المصريه بتلعب مع فرق الجيش البريطاني، ومن ضمنها الزمالك أو المختلط لعب مرتين مع الجيش البريطاني وعمل انتصار، بس كان بيلعب باسم منتخب مصر وهو بيلعب مع فرق الجيش البريطاني. فحسين حجازي زعل وقرر أنه يلعب لفرقته ضد فرق الجيش البريطاني وسماها خلاصة مصر، مش منتخب مصر بقى، سماها خلاصة مصر، ولعب مباراة اتهزم فيها ولعب المباراة التانية وكسبها. لكن قد ايه كان حسين حجازي مغرور بمهارته، يعني بفرقته كمان، كان في فرقه اسمها طبعا فرقه حسين حجازي. في تاريخ الاهلي والزمالك 4 انتصارات كبيره،
انتصار عمله الأهلي 5-0 في كاس مصر سنة 36-37 موسم 36-37، وانتصار الثاني كان 6-1 في 16 مايو 2002. الزمالك عمل انتصار كبير، أول انتصار كبير على الأهلي كان 6-0 في 2 يناير 1942 في دوري منطقة القاهرة، في منطقة القاهرة كسب 6-0، والثاني كان في الأزمة الشهيرة بتاعة سنة 43 اللي هي لما 14 لعيب راحوا فلسطين ولعبوا هناك مباراة، اتحاد الكورة وقفهم، وكان من ضمن ال 14 2 لعيبة من نادي الزمالك، ونادي الزمالك تم أوقفهم هم كمان. إنما كان في أزمة طويلة جدا، الكاس اتلغى، وتقرر في سنة 43 عشان إلغاء الكاس إن الأهلي والزمالك يتقاسموا الكاس، في لأن هما الاثنين هما اللي لعبوا أو وصلوا إلى المباراة النهائية. الأزمة دي استمرت 8 شهور لغاية ما النادي الأهلي اجتمع في منزل جعفر ولي باشا في المطرية، في الزيتون في المطرية، وعملوا اجتماع وهددوا بالانسحاب من اتحاد الكورة، لأن مش ممكن أبدا يوفروا لعيبة تستكمل الموسم اللي كان على الأبواب. في النهاية يعني الملك تدخل وأمر بأن المشكلة دي تتحل، وبعد 8 شهور في 19 أبريل سنة 1944 اترفع الإيقاف عن لعيبة النادي الأهلي، واتلعبت المباراة النهائية والزمالك كسب في هذه المباراة 6-0. بالمناسبة كان في كلام أو خطأ تاريخي يعني أن الملك فاروق حضر هذه المباراة، ولما الزمالك كسب 6-0 قال لهم سموا النادي أو سموا الفريق ده فريق فاروق. الحقيقة هو الزمالك أصبح اسمه فاروق سنة 41 قبل المباراة دي اللي هي اتلعبت في سنة 44. من أسباب طبعا المنافسة والخصومة، إذا كنت يعني أنا آسف للتعبير، بس الخصومة بين الأهلي والزمالك، إن الانتقالات مش بتاعت حسين حجازي استمرت لفترة، ثم بعديه نجوم كتيرة جدا، ده يسيب ده النادي ده وده يسيب النادي ده، وده عمل حساسيات لأن الجمهور كان بيحب حسين حجازي مثلا، فلما بيروح الزمالك جمهور الأهلي بيحب حسين حجازي يروح الزمالك، تلاقي جمهور الأهلي يزعل إن الزمالك خد نجمه المفضل. لما يرجع حسين حجازي نفس القصة بتتكرر. سنة 57 اتعمل اتفاق ما بين الأهلي والزمالك بتوقيع عبود باشا ومحمود شوقي رئيس الناديين. بالاتفاق ده بيقول احنا مش هناخد لعيب من أي حد. الاتفاق ده ما استمرش كتير، بعد شوية رجعت المسألة كما كانت، الأهلي بياخد من الزمالك والزمالك بياخد من الأهلي لعيبة. كان في أزمة شهيرة جدا سنة 66، أزمة لمعي اللي هي دخل فيها بقى وزير الشباب والجرائد قعدت تكتب لفترة طويلة جدا لغاية ما لمعي اختار انه يلعب في النادي الاهلي. احنا لسه في الدوامة دي ولسه ماشيين فيها، لكن هو ليه مباريات الاهلي والزمالك مش بتنتج بهجة؟ يعني ليه حولناها الى انها تبقى تراشق وتريقة ومش عارف احتقانات؟ ليه؟ المفروض ان احنا نبقى بالمباراة دي عايشين عيد حقيقي للكرة في مصر، ولازم نصدر ونقول للعالم وللإقليم، إقليم الشرق الأوسط كله والوطن العربي كله، أن مباراة الأهلي والزمالك تستحق المشاهدة وتستحق الاستمتاع بها. يا رب بكرة نشوف ده، يا رب بكرة نشوف نقل، طبعا نقل اللي تطور بشكل كبير، ونشوف مستوى كرة عالي من الفريقين. الفريقين في آخر 15 سنة الحقيقة ماتشاتهم معظمها في كورة، في صراع حلو، صراع جميل، ممكن قوي نشوف ده بكرة إن شاء الله، لأن الفرقتين حالتهم كويسة قوي في الماتشين اللي لعبوه. الأهلي كسب ماتشين والزمالك كسب ماتشين، إنما مباراة الجمعة دي فيها 6 نقط، 3 اللي هيكسب و3 هيتخصموا من اللي هيخسر، ده لو كانت انتهت بيفوز فريق على الآخر. أنا عارف أن الكلام بالفنيات وعن المباراة هيبقى كتير قوي، لكن أنا هختصره في كلمتين. هو صراع الوسط هو اللي هيحسم الفائز فيه
هذا اللقاء. اقترح او اعتقد ان كارتلون لازم يلعب بثلاثة في خط الوسط، لان الاهلي اذا لعب باربعة في خط الوسط هيبقى في يعني زيادة عددية بالنسبة للاهلي في هذا الخط. واعتقد ان محمد شريف هيكون من التشكيلة الاساسية على حساب ميكاسوني، اعتقد كده يعني. واعتقد كمان ان اوباما ربما يشارك في هذا اللقاء. يا رب نشوف ماتش كويس وماتش جميل ونشوف كرة حلوة علشان حضراتكم تتبسطوا واحنا نتبسط والعالم العربي نصدر ليه ماتش مبهج، كرة مبهجة، اهم ديربي في الشرق الاوسط. يا رب الاتنين يكسبوا ان شاء الله. أستاذنا الكبير الأستاذ حسن المستكاوي أكيد رؤيته الخاصة لمباراة القمة القادمة إن شاء الله اللي بتوصلنا عنها ساعات قليلة، واللي بتمنى بإذن الله إن احنا نشوف فيها مباراة قوية وممتعة قد إيه نكون بنستمتع بيها. يحيى امرهان طبعا بتبسط دايما بوجودي معاكي، ويا رب الناس كده تكون اتبسطت النهارده، وان شاء الله باذن الله يوم السبت نشوفكم على الف خير من حلقه جديده من صباح اون تايم.